السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بمتتبعي القناة، مرحبا بكم. الاعتذار دائما موصول لكم على الوقت ديالكم وانتظار ديالكم، وهذا راجع لأن الدكتور الفايد كان معكم في القناة دياله والموضوع مهم للغاية، لهذا غادي نتناولوا نفس الموضوع اليوم إن شاء الله ولكن من زوايا أخرى، لأن لعبة كرة القدم اللي تكلمت البارح عطيت فيها واحد المفهوم من الغرض منها في حد ذاته، ولكن قلت بأن كاين جانب إيجابي هناك اللي خلانا اليوم نعطيه باليقين أجوبة على كل المتنطعين اللي كانوا تيقولوا لنا في المغرب العلمانية فصل الدين على الدولة، بأن العلمانية هي المستقبل، وبأن يعني الدول الغربية نجحت بفصلها للدين عن الدولة. هذه المسائل هذه كنا تنقولوا دائما أن هذا كذب، وهذا فخ نصب لإدخال من سيدمروننا من بني جلدتنا. فهاد البطولة العالمية أو كأس العالم اللي تنظمت لأول مرة في التاريخ في دولة مسلمة خلاكم تشوفوا، خلى الجميع يشوف باللي ليس هناك علمانية ولا هم يحزنون، لأن الهجوم على قطر كان هجوم من باب ديني، من باب الهوية، من باب العرق العربي اللي كانوا بغاو يستغلوا فيه الفرصة لفرض الأجندة ديالهم لتركيع الأمة العربية، حتى وهي تنظم هذا الحفل الدولي أو الكوني، باش نبانوا دائما منبطحين ونبانوا دائما باللي خاضعين. فكان احنا المطلوب من قطر هو أنها تدفع الأموال الطائلة للتنظيم فقط، ولكن تسير كل يوم هما والأجندات ديالهم هي اللي تمشي والإملاءات ديالهم هي اللي تمشي. لكن شكرا لقطر والحكام قطر، وشكرا لشعب قطر اللي في الحقيقة رفعوا راسنا وفرضوا الهوية ديالنا على كبار العالم وما خلاوش الاستهتار بالهوية ديالنا، وهذا فخر لنا يعني كنفتخروا. هذا جانب إيجابي جدا. كذلك هذا الجانب الإيجابي ماشي بوحده، كاين هناك جانب إيجابي آخر اللي هو الفريق الوطني معزز ومنتصر، يمكن نشوفوه باللي تحطمت الحواجز وتحطمت الحدود وتحطمت المعتقدات وتحطمت جميع ما قام به الغرب في أوصال الوطن العربي الكبير والتفرقة بين شعوبه. فكنشوفوا هذه الملحمة الكبرى اللي ولا المغرب مثل الفريق الوطني ما تمثلش المغرب فقط، إنما تمثل الأمة الإسلامية كاملة، وتيرد على هاد أعداء الأمة وأعداء الهوية ديالنا بسجود لله كلما نجحوا، ردا على ضغوطاتهم وإملاءاتهم لإدخال ألوان المثلية ولفرض أجندات هم فيها عبيد بأنفسهم لأنها مفروضة من الدين اليساري الجديد. هذه الأمور لازم الإنسان يقف عندها ويأخذ واحد الموقف نظرة تعمق باش ما تفوتناش الفرصة، ونتمناو أن هذا الفكر وهذه الطريقة ديال النظرة إلى الأمور ما تكون شيء ظرفية كظرفية كرة القدم، إنما تكون هي الركيزة والأساس اللي نبنيو عليه النظرة ديالنا كشعوب إسلامية، ونقراو فيه المستقبل ديالنا ونقراو فيه الخطوات اللازم اتخاذها لنصرة ديننا والانتصارنا على من وضعوا بيننا لتفرقتنا. ولهذا مع الدكتور فايد نشوفها من جوانب أخرى. دكتور فايد السلام عليكم، مرحبا. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة سمع طوي، تحية طيبة لمشاهدينا الكرام. صحيح هذه المقدمة شافية كثيرة، لأن المشكل الأساسي يعني هو مشكل الهوية، ولا قوة لنا بدون هوية. ويعني تكلمت قبل قليل على فايد شانل في هذا المشكل، لكن الآن سنتكلم عن أبعاد أخرى، يعني أبعاد خطيرة. البعد الأول هو أن رغم 70 أو 80 سنة والعلمانية تخرب هذه البلدان، فهي الآن نتيجة يظهر أنها لم تنتصر، وأنها كانت تتوهم أنها ستمسح الإسلام وأنها في الأخير لا تقدر على شيء. وهناك محطات كثيرة يعني بين فيها الناس، فقط
الشباب على الخصوص، يعني أن نركز على الشباب بأن يتشبث بهويته وأن لا يتشتت يعني مع الأحزاب ومع الجماعات الإسلامية ومعها. كان فرنسا مثلا، فرنسا كانت خاضت واحد النخبة من طالبات جزائريات، طالبات جزائريات خذاتهم فرنسا باش يعملوا كل علم كلية الطب. ومن لما هاد الطالبات غادي يتخرجوا، فكان فرنسا كانت تريد باش تعلمن هاد، ليس الجزائريين المغاربة كذلك، كانت تريد أن تعلمنهم من خلال التعليم العالي. ولذلك كان كتعطي منح، وهذه المنح هي شراء اهتمام، هي شراء هاد الشباب لكي لا يكون مسلم. يعني أنت تذهب لفرنسا تشرب جيعة، تشرب خمر، ترقص مع البنات، تترك الصلاة. هذا ما هذا هو النموذج الذي كانوا يريدون يعني أن يروضونه، يعني مثل الثور، لكي يصبح هذا الشخص بدون هوية. طبعا ثم يفعلون فيه ما يشاء، لأن يعني يعلمون أن هؤلاء سيصلون إلى مراكز عليا، ثم في الأخير تجني فرنسا ما تجني. دليل على ذلك مثلا تامر خياري. تامر خياري يعمل الإجازة بعد 3 سنوات، وديوا بعد شي سنة، دكتوراه سنتين، يعني بديك السرعة ديال الكوكوت، ثم دخل المغرب باش يمشي للجامعة، أستاذ شيوعي. يعني طبعا أنا اخترت نموذج ونماذج كثيرة، لأن كل الذين كانوا في الجامعة في الرباط يعني في الستينيات والسبعينيات كلهم شيوعيين، كلهم علمانيين، يعني إلا من رحم ربك. ولذلك خرجوا لنا هذا النموذج الذي أصبح يؤمن بأن الإسلام هو سبب التخلف، وأصبح يؤمن بأن ممكن، بأنه ممكن أن يحارب الإسلام بأن يعود إلى دولة ليس علمانية، إلى دولة بهيمية. لو كانت غير علمانية بالمعنى الصحيح لكان دولة بهيمية، بهيمية تماما، بهيمية تعيش كالبهيمة، يعني لا عقيدة لها ولا قوة لها ولا شيء. فكان هاد الطالبات اللي كملوا الدراسة ديالهم ويتخرجوا، في الحفل ديالهم خرجوا كلهم بحجاب. يعني وفرنسا تحتفل بأن طالبات جزائريات غادي يتخرجوا يعني متبرجات. وإذا بهم يتفاجؤون بيوم التخرج كلهم كانوا عاملات الحجاب. يعني ثم فرنسا فهمت بأنها لا تقدر على الإسلام، لا تقدر. وكان من سوء حظها أن اختارت طالبة جزائرية، يعني أن لو كان طالبات لبنانيات ولا شيء لكان ربما يعني، لكن طالبة جزائريات يعني قبيليات ومن هذا الشلوح ديال الشاوية وديال المزار، أنا لا أظن أنهم يقدرون أن يعني أن يتركوا هويتهم. والآن هذا الشباب مهم، كاين آليات أخرى. هذه مثل، أنا أعطيت مثل فقط باش الشباب يفهم، لأننا إحنا عشنا 70 سنة وعندنا تجربة عليكم، وإحنا عشنا المرارة وعشنا العذاب الأليم مع هؤلاء، هذه الشرذمة الفاسدة التي عملت فينا ما عملت. لأن استولت على الإعلام والتعليم، ماذا تعمل؟ استولت على التعليم، تخرج لك نموذج لا يصلي، استولت على الإعلام، تقول ما تشاء يعني، وتجرم من تشاء يعني. هذا هو المشكل. يعني عشنا مرارة والله، عشنا يعني احنا عشنا عذاب مع هؤلاء، لكن الحمد لله أن الله يمهل ولا يهمل. أن الآن السوشيال ميديا الآن أصبحوا كالأيتام في مأدبة اللئام، أصبحوا الآن لا شيء، أيتام. فالمثل الآخر هو مثلا ظاهرة الروض. هذا الروض الآن للناس بدأوا كيف يفتخروا به، والعلمانية ساهمت فيه يعني إلى حد بعيد، يعني 90% العلمانية ساهمت في هذا الروض. أولا الروض هو سلاح خطير في المجتمعات ديالنا. اولا هو سلاح خطير، وعنده يعني سلاح ذو حدين، عنده يعني مستويين خطيرين لتحطيم الطفل. المستوى الاول هو ان هذا الطفل ياتي الى الروض في سنوات مبكره، هو يعني لا ينعم بحنان الام وبدفء الاسره، فهو ينعزل عن الاسره يعني منذ الصغر، وهو ما يقع في اوروبا. يعني الاطفال كيعزلوهم على والديهم، لماذا؟ ليكون هذا الطفل من يكبر يكون يعني يفعل ما يشاء، يعني يسكر، يسب مو يسبوه، يعني ولا عندهم في مجتمعاتهم. راك شتي يعني في اوروبا يعني الاطفال مع ابائهم يعني كيعاملوا، لا ماشي ذاك الطفل الذي يقبل يد ابي ويقبل راس ابي. بحال المنطقه عندنا، منطقه السوس، عندنا تربيه ان الطفل يقبل يد جميع الاشخاص الذين يدخلون المنزل. هذه تربيه، هذه اخلاق وليست. فهذا الروض اولا يحطم الطفل في صغره في السنوات الاولى نفسيا، لانه يفصله عن امه، ثم يشجعون الام تذهب للعمل. اعطيك مثل حي، ان
واحد المسجد كانوا بناه الله اعلم في شتوكه، شتوكه اجباها كانوا المحسنين، لان هذه المنطقه ديال سوس المحسنين هما اللي المحسنين هما اللي يعني مولوا الطرقات وبنوا المساجد وحفروا الابار. يعني الدوله ما عندهاش دور كبير في هذه المنطقه هذه، كانوا السواسه هما اللي صوبوا الطرقان وهما اللي بنوا المساجد هما اللي مشي. فكان مسجد تبنى في شتوكه اجباها، والسفاره الفرنسيه مشات كرات هذوك الدكاكين الحوانت اللي مع المسجد، كراتهم وعملت فيهم روض، قلت لهم انا خليوا لي الاطفال باش الامهات يمشيو يخدموا. علاش؟ لان منطقه سوس تعلمون ان المراه محافظه، ومراه يعني ماشي مراه حيه فيها الحياه ومراه محافظه. فقالوا نخليوا المراه تمشي تخدم، اتركوا المراه تذهب الى العمل، الاطفال احنا عملنا لكم روض، احنا نمولوا، يعني ما يعني ما عندكم مشكل. لاحظ يعني لاحظ يعني هذه السفاره الفرنسيه ماذا تعمل في هذه يعني اشياء خطيره خطيره خطيره. يعني هذا شيء. فهذا الروض هو التقنيه العلمانيه التي خربوا بها الاطفال. اولا كيفرقوا الطفل على امه، ثانيا كيشجعوا المراه تمشي للعمل. طبعا جل النساء الان، المراه الان تريد ان تعود الى الطبخ والى الاشياء، الان اصبحت لا تعلم اي شيء. هي بقلبها تريد ان تطبخ، تريد يعني كاينين العيالات الان باغيين يصيبوا بالكوكش، كي ما يعرفوش بالكوكش. لماذا؟ لانهم لم يتعلمنا يعني اشياء، ولماذا؟ لانه كانوا يضحكون عليها ويسخرون منها ويسفهونها. حتى النساء الان بداوا يحشموا، النساء الان يحشموا يحطوا بالكوكش الضيوف. لماذا؟ لانك يضحكوا عليهم. وهذا يعني شوف كيفاش حطمونا، يعني حطمونا عيب عيب التي هي احسن بالنكات وبالكوميديا وبالمسرح واليات غنتكلم عليها كذلك. فهذا الروض، هذا الروض هو تقنيه علمانيه لتحطيم الطفل. اولا لكي لا يحفظ القران، هذا هو المهم. هنا من قبل الطفل كان كيحفظ القران ويدخل المدرسه بدون اي مشكل، حتى ولو دخل على 8 سنين يدخل ب 60 حزب وعدو 8 سنوات يدخل، ما عندنا مشكل. لكن الان هذا الروض لكي لا يحفظ الاطفال القران، ثانيا ليعزل الطفل عن امه، هذا الطفل ما يبقاش ذاك الحنان وذاك الدفء، هذا الطفل كيخرج واحد الطفل كنقولوا احنا شويه وايلد يعني متوحش، وهو ما وقع في مجتمعنا. هذا تحطيم، هذه انظر هذه تقنيات يعني عملوا بها، يعني عملته الان ناس يفتخرون بها ويعني يعدون لها العده. جاء من بعدها، من بعد الروض جاء دور الشباب، دور الشباب في المغرب. ما عرفت واش انت عارف دور الشباب ولا لا، راه عندكم حتى في بودربالات. نعم هذا دور الشباب كاينه في جميع المدن وحتى في المدن الصغرى. لماذا دور الشباب؟ هذا دور الشباب باش يتعلموا فيها الناس الكمانجا، باش يجي الشباب يتعلم المسرح ويتعلم التمثيل ويتعلم الكوميديا ويتعلم الاشياء. لماذا؟ لكي لا يدرس الدين، لكي لا يحفظ القران. وانظر يعني شوف الآلة. ثم استعمال الزمان في ثقب، انت قريتي في التسعينيات، انا قريت في الخمسينيات. كان دائما استعمال الزمان في ثقب، معنى هذا الثقب انك تقرا من الجوج للثلاثه وتخرج من ثلاثة أربعة خاوية وترجع من أربعة لخمسة تخرج. يا كانت عند المريض. ها كاينة. باش يكون الوقت ديال إفساد الأخلاق. باش تخرج من هذيك الساعة، كتقرا ساعة وتخرج للزنقة، تخرج للشارع، تتجمع مع البنات، كتاكل الزريعة، كتكمي، تعلم التدخين، تعلم يعني تسفه مع البنات، تعلم أشياء أخرى. هي هذيك الساعة هي اللي علمت الشباب جميع المصائب. ثم يعني هذه آليات هذه لا يقدرون أن ينكروا لها. شيء اللي قال راجلها احنا موجودين، هذه أشياء وضعت لتخريب الدين، هذه وضعت لخدمة العلمانية بدون أن نشعر. ثم يعني هذه الأشياء الأخرى، لاحظ أن مثلا احنا في الخمسينيات والستينيات درسنا الدين في المدرسة الابتدائية، الدين فقط دين، فرائض الوضوء، سنن الوضوء، نواقض الوضوء، فضيلة الوضوء، هذه فرائض الصلاة، مستحبات الصلاة، يعني نواقض الصلاة، في فرائض يعني سنن الصلاة، يعني الحج، ولا الإير، هذا قرينا الخلفاء الراشدين، قرينا هذه، قريناها في المدرسة الابتدائية، ماشي في كلية علم الأصول. الدين سحبوه من المقررة ديال المدرسة الابتدائية، ممنوع الدين، ممنوع أي دولة تقري الدين، لكي لا نبقى يعني هكذا. ثم سحبوه كذلك من الاعدادي. انا ملي دوزت الشهاده الثانويه كان فيها لورال، كان فيها الشفوي، والشفوي كان فيه القران، كنا كنعرضوا القران في الشفوي في الشهاده الثانويه في الستينيات.
الان ملي كتقول لواحد هادشي يقول لك هذا علم الخيال. نعم، وانا في الشفوي عرضت الكهف، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيب كانوا من اياتنا عجب. حتى العدد كتعرض القران يعني في الشهاده الثانويه، على الاقل بعد الصور مثل صوره سبأ وصوره الكهف، وكان هذو كنا كنحفظوهم في باش في الشهاده الثانويه. فسحبوا الدين من الشهاده الثانويه، سحبوا الدين من الاعدادي من الثانوي، بقات ما يسمونه بالتربيه الاسلاميه. رجعوها تربيه، هي تربيه اسلاميه، انك كتربى راك مسلم فقط، وليس هذه تقنيه. فيعني صرفوا اموال واعطوا منح لهذا الشباب لكي يدرس عندهم لكي يشتروه، ثم هذا الشباب اللي درس عندهم 90% خدمهم. نعم نجحوا، 90% من الناس اللي خاضوا المنحه باش يعملوا الماستر والدكتوراه يعني في الغرب كلهم، يعني مش غير مغاربه، مغاربه وجزائريين وتوانسه ومصريين ويعني ولبنانيين وكل، يعني خدموا الغرب بامتياز. انا كيسميهم لي فيكتور دو تكنولوجي، ما كيسميهم لي فيكتور دو تكنولوجي، هما اللي غادي يبيعوا المنتوجات ديال هذه البلدان. لكن هناك يعني شيء اخر، فهذا يعني حتى احنا ملي كنا هذو الطلبه اللي كانوا كيمشيو لمينيسوتا ستيت يونيفرسيتي، هذا كان عندنا يعني واحد اتفاق مع هذه مينيسوتا، ملي كيمشيو الطلبه كيستقبلهم يعني واحد هذا يهودي بطاقيه، كيستقبلهم يعني في المطار، ثم يبداو يعلموهم. هادو مسلمين كيتوضاو 5 مرات في اليوم، كيبقاو يقول لهم حنا راه كنغسلو في الدوش مرتين في اليوم، خصكم تكونوا نظاف، خصكم تلبسوا، كيعاودوا لهم التربيه. يعني شيء خطير، والله شيء خطير. فهاد الاشياء خلاتهم تكون عندهم واحد، طبعا منع التكنولوجيا، منع الاختراع، منع الابتكار، يعني اي شخصيه ولا اي مفكر كيحطموا في هذه البلدان، كيسلطوا عليك حكمتك، كيجي السفيه من السفاره الامريكيه من السفاره فرنسا تقول لي هذا الاسم هذا يعني سجان كيزعج، خصكم ديروا لي شي مصيبه ولا خشيو في الحبس ولا قتلوا ولا ديروا شي حاجه. جميع البلدان اوامر، يعني البلدان كلها توصل اوامر من السفاره الامريكيه، اللي كيكون شي اسم ما باغينوش يقول اما عطيوه لينا نحاكموه نديوه غوانتانامو، واما حكموا عليه انتم الله يرضي عليكم وهنيونا من راس تاعنا. فهذا كانت هذا الشيء، هذا كان في السبعينيات والثمانينات، كان على اشد يعني حتى التسعينيات، كان تدخل مباشر، يعني تيقولوا لي هذه السميه هذه ما بغيناهاش، يعني يكون عالم، يكون امام، يكون استاذ، يكون طبيب، يكون مهندس، يكون اي شخص، غالبا يكون يصلي، يكون حافظ كتاب الله. فهذا يعني هذا الغرب، هاد الاشياء من اللي هو كان مستعمرنا، طبعا ذاك الفكر الاستعماري مازال عنده، لكن هاد البلدان لا شيء، لان ممكن تدخل لها وطحنها في اي دقيقه، لا زال عنده هاد الفكر ولا زال عنده هاد الحلم، لا زال يحلم هاد الحلم، مازال ما تغيرش. فالان يعني انا قلت لك بان التجمعات الدوليه والابتكار والاختراع لا يجب ان لا تسمع اي بلد اسلامي ولا عربي قام بتنظيم مناظرة أو محاضرة دولية بدون استشارة معهم طبعاً وبدون تمويل ديالهم. احنا عندنا المحاضرات والمناظرات اللي كانت كدار في الرباط، وانت عارف هادشي اسمها طويل، في الجامعة كلها ممولة، السفارة الفرنسية، السفارة الأمريكية، وبعض المنظمات كلهم ممولين. من علاش يجب أن يتدخلوا فيك ويكون دائماً واحد منهم، وهذاك الواحد اللي منهم راه سميتو أحمد ومحمد وعبد الله، راه هو اللي كيعطيهم التقرير وهو اللي كيقول لهم الأمور في غدا واش يجي ولا لا. أنا كان عقل واحد المحاضرة كانت في ستات، مناظرة دولية كانت في ستات، كان فيها فرنساويين ألمان، يعني هذا من هنا، بكثرة ما قلقوني في ذوك يعني النقاشات ديالهم، أنا خديت الكلمة، قلت لهم واحد السؤال، ماشي سؤال واحد التعقيد، خديت الكلمة قلت لهم ودي من هذا الشيء كله الله يرضي عليكم، واش مسموح لنا تخلونا نموتوا؟ بغينا نموتوا، واش ممكنش تخلينا نموتوا؟ يعني بكثرة ما يعني ما لقيت ما نقول، تغلقت. كلم بغينا نموتوا واش ما تخليوناش نموتوا؟ وواحد فرنساوي خاط الميكروفون وكشكش، او لا لا اي كيل ديسكور، او لا لا مي سي دانجورو سا، مي سي 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 مي سي 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 انتيغريس مي سي كاسي، يعني كشكش. قلت راه ما قلت والو، راه قلت عا بغينا نموتوا، واش حتى الموت هي بغيتناش نموتوا؟ سبحان الله، كندخلوا في كل شيء، بغينا نموتوا، حتى الموت دخلوا فيها، لا ما تموتش، عجيب. ولكن عرفوني اش بغيت نقول، زون بيان كومبري لو ميساج، ماشي لا يعني، لان بعض المرات انا بكثره ما هذا ما كنخرجش انا من ذاك السياق، يعني كنقول شي كلمه اخرى. يعني واحد المره ثاني كنا في بارسلون، نايض واحد خينا وبارسلون حاضرين 12 واحد من الدول العربيه مشاركين في واحد السيمينار، واحد خينا كيقول اسرائيل،
إسرائيل. ملي هو كيقول إسرائيل إحنا كنقولوا فلسطين. كيسكت كيقولنا تيزيد عاود ثاني ما تيقول لك إسرائيل كنقول لك فلسطين. حسيت زعما قال لك علاش قال لي وا اي توكين اباوت إسرائيل ان هنايا اي دو وي دون ناو وي دون ناو توكين اباوت هنا اي توكين اباوت إسرائيل وي دون ناو اباوت ويتش كونتري ار توكين بات ذا لاند از كولد فلسطين. لاند الارض الارض اسمها فلسطين. شي حاجه اخرى سميها اللي بغيتي سميها حتى وزة. فمان هذوك ولا وحنا جوج اللي كنا كنقولوا فلسطين هذوك الاخرين اللي معنا ما ماهمش داخلين بعدا شاربين دير. فهنا كتشوف اللي قوه الهويه اللي كيكون الانسان عنده هويه راه كيرغم العالم يحترمه. بقاو حاسبين لينا حنا الاثنين انا واحد تونسي اللي كنا كنقولوا فلسطين بقاو حاسبين لينا حساب حتى كمل السيمينار ولاو كيخيرونا اش ناكلو ولاو كيديونا لشي بلايص بوحديتنا تيقولنا لا راه ماشي هكا راه صافي كنقول لهم شوفوا حنا نريحوا معاكم نهضروا معاكم ما عندناش مشكل ولكن التوابيت راه لا يمكن نفرطوا فيها. توابيت توابيت نحن لسنا لدينا اي مشكل مع اليهود يعني يعني كشرائع دينيه ليس لدينا مشكل مع اليهود لكن لما يعني تريدون ان تفعلوا اشياء فينا فهذا لا نقبل الصهيونيه لكن اليهود ما عندناش احنا على المغرب والجزائر وتونس في اليهود يعيشون بسلام بدون اي مشكل وبكثره وعندهم لي زافير ديالهم وعندهم الاموال ديالهم وعندهم عقار وعندهم جنسيه وعندهم ما عندناش مشكل يعني والمغرب راك شتي المغرب فيه كثير ويساهمون في اقتصاد ما عندناش مشكل لكن لما تتحول الامور الى يعني الى الى هويه هنا هنا كاين مشكل كاين تعايش وكاين استخدام هذا التوظيف يعني الاشياء اللي من اجل اشياء اخرى. لذلك عشان الشباب يجب ان يفهم ما كيبقاش يفرق ما بين يعني احنا نحن ليس لدينا اي مشكل مع اليهود يعني كيهود ليس لدينا اي مشكل عندنا مشكل في رمضان كنا كنديروا لقاءات في رمضان كنا كنديروا لقاءات مع الكاثوليك المسيحيين الكاثوليك ومع اليهود ومع المسلمين ما يدور اي مشكل كنا كنفطروا اوصال يعني جماعتان يعني عملنا هادشي في باريس ورجع عملنا في بروكسل وعملنا يعني في مدن اخرى بدون اي مشكل يعني باش الشباب يعني لماذا لان غادي يسميوه متشدد حنا بس متشددين حنا ما عندناش حنا متعايشين يهود ومسلمين متعايشين في جميع البلدان ما عندناش مشكل لكن تبقى قضيه مصيريه فيها ظلم هذه هذا لا يقبله اي مسلم ولا مسلم امريكي ولا مسلم هولندي ولا مسلم يعني روسي ما غادي يقبل هذا المشكل لا غير في اطار حقوق الانسان يعني ما تظلمش الشعوب ما تظلمهمش صافي فقط ما 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 عندهمش فهاد الاليات هاد الاليات هذه وكاين اليات اخرى كاين الجامعه وكاين يعني مسائل اخرى فيعني انا قلت تحكموا في الاعلام والتعليم ثم ادخلوا ما سموه بالثقافه وهو المسرح والكوميديا والسينما هذا سموه ثقافه جميع اللقاءات الثقافية في المغرب التي تسهر عليها الدولة وتكون رسميا بمشاركة العملاء يعني السلطة جميع التظاهرات الثقافية كيفما كانت يعني رياضية ولا تاريخية ولا دائما فيها الكمانجة لما تسمع لقاء ثقافي كبير دائما الكمانجة يعني الثقافة عندنا في المغرب هي الكمانجة يعني لاحظ يعني لاحظ يعني الثقافة هي الكمانجة ثم خرجوا واحد القضية هذه ما انتبهتيش لها السلمة طاوي ربما هذه لأن كاين أشياء كثيرة شحال قد قلت ولكن أكيد أنك غتكون يعني انتبهتي لها واحد سانك أكاديم سانك مينيت أكاديميك عقلتي عليها لا في الجامعة سانك مينيت أكاديميك ملي كيدخل الأستاذ يقول لك عندنا سانك مينيت أكاديميك نقولوا فيها اللي بغينا عاد نبداو الدرس كانت متوفره هذه القضيه هذه بحكم انني كنت انا في الديبارتمون ديال الانجليزيه كان عندنا المجال مفتوح يعني في اي لحظه في الوقت في خلال الدرس كناخذوا الكلمه ما كانش عندنا مشكل وكان عندنا حظ جيد ان الجامعه ديال مكناس اللي قريت فيها انا ذاك ما كانتش جامعه بكل ما في الكلمه من المعنى كانت ملحقه جامعه محمد بن عبد الله فاس وكان نزل ديك الساعات غافلين عليها وكيصيفطوا لها غير المتخرجين الجدد باش يتعلموا الحسنه في ريوس ليتاما فكانوا يعني لنا فاش قلنا مولاي اسمع عندك احنا دزنا في هذه الفجوه هذه هذيك سانك مينيت اكاديميك داروها الشيوعيين
باش انجيكتيو الشيوعيه في 5 دقائق في لونفي الطلبه عادي يبدا الدرس. وداروا لها تاصيل قانوني، تاصيل فقهي، تاصيل قانوني 5 مينيت اكاديميك، عندنا الحق 5 دقائق نناقشوا فيها. كيدخل الاستاذ ديك 5 مينيت كاين اللي كيدير فيها 15 دقيقه كيتكلم على العلمانيه وعلى الشيوعيه وعلى الاشتراكيه، وهذيك 5 مينيت اكاديميك الشيوعيين هما اللي داروا. وكان عندنا واحد سميتو البيزيطاج، مع انتم ما عندكمش البيزيطاج في الجامعه، كان عندنا البيزيطاج حنا في معهد حسن الثاني الزراعه والبيطره، كانوا داروه العلمانيين الشيوعيون الان باش يخلطوا الاولاد مع البنات، باش يحيدوا البنات هذاك الزيف من فوق راسهم. هذه هذا البيزيطاج، يعني تقنيات خطيره 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 مررنا بها، ومشاريع مشاريع كبيره عظمى لم ينتبه لها احد، لكن اللي عندهم هويه انتبهوا لها، انتبهنا لها، مش احنا كثار، احنا شي ثلاثه الناس انتبهنا لمشروع خطير كان في معهد حسن الثاني في الزراعه والبيطره. ملي تاسس المعهد جميع المنظمات الدوليه جات ليه، جميع المنظمات الدوليه بما في ذلك المنظمات الصهيونيه جات للمعهد. وهذا المعهد هذا كانوا غادي يديروا فيه الشرب بلاش، كانوا غادي يديروا فيه البيرة بالمجان. تصور دخل، يعني تصور دخل المعهد انت يعني داخل انترن، يعني واكل شارب، واكل شارب مغطي عندك الشوفاج عندك كل شيء، وتشرب البيرة بلاش. يعني خطير، يعني خطير 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 خطير. فواحد خينا ذكي، واحد اشتراكي كان ذكي ذكي، قال لي مودي لا درتوه بلاش غادي يعيقوا، ديروا ليها درهم بيرة، ديروا لها درهم. وفعلا داروا البيرة درهم، وبقاو الطلبة بثلاثة دراهم كيسكروا وكيخرجوا على يديهم رجليهم. تصور البيرة بدرهم، حتى دوك لي كونترولور ديال الطوبيس كانوا كيدخلوا يسكروا بلاش. يعني اشياء يعني مشاريع خطيره مررنا بها، ولكن علي عندنا معلومات متراكمه وعندنا اشياء خطيره. هذا المشروع العلماني مشروع خطير خطير، غير ما يظنوش بان امرك يضحكوا علينا، هذه ما يظنوش بان راه عارفين انا الامور كلها كيف تسير، وما بزاف عليهم باش يديروا هذا الشيء. هما كياخذوا املاء من برا، اشياء تجيهم من برا، يقول لي ماشي ديروا فقط وراكم داعمين، وما كاينش اللي يهضر معاكم. نهار يقول لهم خرجوا للدار البيضاء تغوتوا، خرجوا تغوتوا، ما كاينش اللي يهضركم. البوليس الا شفت شي واحد راه غنطلقوا. هذه كانت يعني في السبعينيات، قلت لك راه عشنا حنا راه مصائب عظمى. وهذيك الوقيته اللي كانوا هذاك الحيش والريش اللي دار الحمد ضدي، كانوا بداوا واحد الوقيته يفتخروا بهذاك اللي المغربي اللي قال لك حكا اختار على اللقاح، ما اختار على اللقاح وسلم عليه ترامب وكذا الى اخره. بعد خلينا قلت له بغيت نقول لك بغيتوني نقول لكم شكون هو، نقول لكم شكون هو، انا ما عنديش مشكل، انا من الجيل ديالو. بغيتوني نقول لكم من هو وكيف كان ولماذا خرج من المغرب، انا نقول لكم ما عنديش مشكل. وما يتراجعوا، ما بقاوش يجبدوا كيشو والله، باقي تقولوا منقذ البشريه، نقول لكم شكون هو، وعاد غتعرفوا حقيقه الامور. وليس نحن نعرف الفاسدين المفسدين، نعرفهم جميعا. والجيل ديالي، الجيل ديالي كنعرف الفاسدين المفسدين، حافظهم بالاسامي، اللي خرجوا فرنسا واللي خرجوا الامريكان، وحدي معاهم في مريخ مغاربه العالم، مغاربه العالم حدي منهم. راه كاين مسامر الميدا، كاين مسامر الميدا خطيرين 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 خطيرين. هذه عاده كيسحب لك، وراه منهم هذا راه منهم، راه من مسامر الميدا، راه يسمع مغاربه العالم، راه يقدر يمول حمله ضدك. يعني راهم خطيرين. فهذا يعني هذه النظره الدونيه للغرب، النظره الدونيه للغرب لهذه البلدان، بحكم كان كيستعمرها، بحكم عاملين فيها اليات تعمل، في الاخير اذا شافوا هذه الاليات النتيجه صفر، طبعا سيحبطون، يعني غادي ينتفوا شعرهم. حنا ما يعجبهمش الحال، لماذا؟ لان 70 و80 عام هما خدامين باش يضربوا الاسلام، في الاخير يطلعوا لهم ناس حافظين كتاب الله ويصليوا، واحد داير اللحيه يلعب كره القدم وكيأذن وكيصلي باللعابه. راه خاصكم تعذروهم ساكن، راه كان الله في عونهم، راه غادي يطلع لهم السكر. ما يمكنش. فهاد المفاجاه اللي قالين هي قطر كانوا يتهموها، ما الصوت ما كيتسمعش، سي المعطاوي الصوت ما كنسمعوش. واحد القضيه مهمه دكتور الفايد اللي خصنا نشيروا ليها، هو ان هاد اللاعبين ديال الفريق الوطني اللي رفعوا راسنا ورفعوا راس الاسلام، تقريبا كلهم من مغاربه العالم، تيلعبوا عندهم في الفرق ديالهم وعايشين معاهم في الدول الغربيه ديالهم. وهذا شيء يعني يستر عليه باللون بالبنت العريض. شوف راه اشياء
راه هاد كأس العالم خاصة تبقى تاريخية، راه اللي ما عمرهم شافوه الناس شافوه بحال هكا. ولذلك لازم نشكروا، لازم يعني نوهوا بالإخوة القطري، والله يعني لازم نوهوا ونشكرهم على هذا العمل هذا. فهي قطر اتهموها بالإخوة المسلمين يعني من قبل الربيع العربي، قالوا لهم بأن هذاك الشيخ تميم بغي يدير يعني العاصمة الإخوان، هذو الإخوانجية باش يكونوا في قطر كذا، وهو سموها منظمة العالمية للإخوان. وكان دار صريح هو تميم، قال لي مدير ما عندنا لا منظمة، الإخوان ليسوا منظمة عالمية، والإخوان ليسوا هذا الإخوان، الناس اللي كيصليوا في جميع البلدان وصافي، راه ما عندناش هذا. يعني شويه الى باناليزي شويه تما، ما كانت امريكا ناضت ليه واحد الوقت كانت تهمته بالاخوان. الان الاخوان عندهم مشاكل ماشي مع تامين، الاخوان عندهم مشاكل مع الشيوخ. الشيوخ الان ما بقاوش كيحاربوا الملحدين والعلمانيين، وما يقدروش نتحدى شي شيخ الان يتكلم في العلمانيه، نتحدى يتكلم على الشيعة والعلمانيين. دابا ولاو كيتكلموا على الاخوان وكيسميوهم مارقين على الدين، وكيسميوهم الذين خربوا البلدان الاسلاميه، وكيسم هذاك الشيخ اللي عنده اللحيه اللي باقي ما عارف لا الكرموس ولا البطيخ. راه الاخوان صوتت عليهم الشعوب، راه الا قلتي الاخوان يعني مفسدين بحال قلتي الشعوب كلها فاسده، وخصك تلزم حدودك وخصك تشد لسانك وقيح وطويل. بعض الشيوخ عملوا لحيه وظنوا انهم يعني علماء، لستم علماء، لازلت اقولها. الاخوان صوتوا عليهم في مصر 80 مليون، صوتوا عليهم في اليمن، صوتوا عليهم في ليبيا، صوتوا عليهم في المغرب، صوتوا عليهم في الجزائر، صوتوا عليهم في تونس، صوتوا عليهم في غزه، صوتوا عليهم في تركيا. هاد الشعوب كلها يعني حمقى كلها، باش يجي شيخ يقول لنا الاخوان خربوا العالم. انت من خربت العالم، لانك تريد للامه ان تبقى جالسه فوق الحصير ولا تخترع ولا تبتكر. انت الذي تقول ابن سينا يهودي فاجر. تصور ابن سينا قال لك سيدي يهودي فاجر، يعني طارق عن الدين، يعني وجدوا الجهميه والاباضيه انت اللي قريتي الجهميه والاباضيه. وفي الاخير ملي كيبدي يتكلم كيتكلم على اسماء الله وصفات الله. ما شو يعني العلم؟ شو هالعلم عنده فين؟ اسماء الله وصفات الله. يعني غنبقاو ديما احنا في اسماء الله وصفات الله. يعني سبحان الله، والله شيء خطيره في هذا المجتمع، اشياء خطيره هذه. وعلي بما ان الان العالم يعادي الاخوان لانهم على حق. لا دائما يعني العالم كله لا يريد اصلاح، بما انهم يعادون الاخوان فالاخوان على حق. داك الشيء وعكس داك الشيء الاشياء التي يظنون. يعني الاخوان على حق، لماذا؟ لان الاخوان منفتحين ومتفتحين. وعندنا في المغرب راك شتي يعني كاين حزب في المغرب، كاين حزب واحد في المغرب لم يشتري الاصوات. حزب ما شراش الاصوات. وتحاملوا عليه وعندك. كاين عندنا في المغرب حزب ما شراش الاصوات، حزب واحد فقط، جميع الاحزاب شرات الاصوات الا حزب واحد ما شراش الاصوات. هذه فقط يعرفوها المغاربه، فقط عرفوا غير هذه. كاين حزب ما شراش الاصوات وما عمرو يشري الاصوات وما عمرو شرى الاصوات وما عمرو غادي يشريهم، وهذه فقط يفتخر بها. فقط قولوا اللي بغيتوا، نهار ينوض لكم يقول لكم انا ما شريتش الاصوات، اللي صوتوا عليا صوتوا ليا بلا 4000 ريال وبلا كذوب وبلا ما وعدتهم نزيدهم 30000. بحال هذاك اللي شحال وعدهم يزيدهم 60000 ريال، قال لهم الا ما زدناهاش لكم 50000 ريال، قال لهم الا ما كانش يضربونا بالحجر. واش هذا كلام عباد الله يقولوا شخص مسؤول في حزب الان راه في الحكومه؟ هذه يعني ويريدون من المغاربه ما يتقلقوش، راه لا حول ولا قوه الا بالله. راه يعني راه اصبحنا في واحد الحاله، راه مصيبتنا مصيبه. هادو دكتور هما الناس اللي غلاو الحياه على المواطن المغربي وزادوا في الاساسيات كامله الا الخمور ما تزادش فيها الثمن. لا ولا الله يودي بغيت يتمحنهم تمحنهم يزيدوا في الكارو وفي الخمره، شنو خليتي ليهم؟ هما راه عندهم هما راه كيستهلكوا داك الشيء، والله هذيك السينما هما كيستهلكوا الحليب، راه كيستهلكوا الخمر. يعني هذا الاليات وهذا المسارات كلها في هذه المجتمعات لا يمكن مجتمع يتقدم، لا يمكن مجتمع يتقدم فيه بحال هادو بحال هذا الشخص. احنا غنزيدوكم 60000 في الاخر ديال الحكم، يعني يضحك على الشعب عباد الله، يضحك على الشعب، هل الشعب يضحك عليه؟ يعني سبحان الله، يعني والله يعني الشعب يحترم،
يحترم احترام تام الشعب، لكن علي والله العظيم لا اله الا الله. المغاربه شوف، المغاربه راهم صابرين، المغاربه راه ناس طيبين، المغاربه لا يريدون مشاكل، المغاربه صباره. راه لولا الصبر، المغاربه لولا الصبر لكان من زمان وقع اللي وقع، ولكن المغاربه راه صباره كيصبروا. الدنيا هاني راه كاين حتى مشكل، ولكن واحد يلعب على اعصاب المغاربه هم جيعانين ويزيد يكمل عليهم بالكذوب والضحك يضحك عليهم. راه هنا لا، هنا راه يعني شويه شيء مبالغ فيه، مبالغ. رجعوا الموضوع الاساسي باش نوصلوا لقطر، شي المقدمه شحال طويله عاد غنوصل لقطر، باقي ما وصلش. وهذه الاليات اللي في المغرب موجوده في جميع البلدان، الاليات اللي في المغرب موجوده في جميع البلدان، لان ملي خرجوا لساحه محمد عبده في القاهره وحرقوا الحجاب، هذيك اللي توفات والناس كيقولوا رحمها الله، يعني ملي حرقت الحجاب، هذيك حيد الحجاب وحرقته في ساحه محمد عبده في القاهره، راه هذيك الجماعه ديال العلمانيين راه ماشي هي اللي حرقت الحجاب، لان السفاره ديال امريكا السي اي هما اللي قالوا تخرجي وتحرقي الحجاب، راه بامر من السفاره الامريكيه. خاص يعني الاخوان في مصر يعرفوا الامور كيف تسير. ولذلك ملي كان الربيع العربي كان خاصهم يحيدوا هذوك الكاندورات، هذيك الله اكبر هي اللي جابت لهم الويل. ناس الله اكبر بحال راه خارج غزوه احد، الناس شويه يخدموا بالعقل، يخدموا بالعقل، لان يعني تظن انت يعني تجمع في الملايين يعني في الساحه الكبرى في القاهره والسي اي اي غادا تخليك، يعني الناس شويه يخدموا بالعقل، شويه شويه يخدموا بالعقل شويه. السي اي اي ما تخليكش يعني تجمع فيه 200 واحد، ما تخليكش والله ما تخليك، قاعد تجمع فيه 6 مليون الناس تخليك السي اي اي. الناس شويه يفهموا شويه في جميع البلدان، ليس القاهره فقط، جميع البلدان. هذا الدار البيضاء، الدار البيضاء تقول السي اي اي ما تخليك، ولا في الجزائر العاصمه، ولا في تونس العاصمه، ولا في يعني سي تخليك يعني تعبر ودير اللي بغيتي، والو مخترق مخترق ما كاينش. فهذا مازال مشكل المخابرات الدوليه، مازال مشكل المخابرات الدوليه ما غادي يبان حتى 2024 25، ماشي ما غايبانش دابا الان ما غايبانش، لكن غادي الشعوب ستنتبه في الاخير، يعني ستستيقظ وستفهم في الاخير، لان جميع الشعوب جميع النضالات التي قامت بها فشلت، يعني باءت بالفشل، لان هناك استخبارات دوليه. نعم، ليست الحكومات، ليست حكومتنا، ليست حكومتنا، ليست حكومات البلدان، استخبارات دوليه، استخبارات دوليه هي التي تخرج جميع الاشياء في هذه البلدان هذه. يعني وهذا الشيء هذا يتعدى الحكومات، ماشي اقوى من الحكومات كثير. كاينه واحد كاينه واحد الحلقه مادام جبتي هذه القضيه ديال الاجهزه نتاع الدول، كنت درتها ولكن ربما لا كانت سابقه لاوانها، لان درتها اكثر من سنه ونصف في هذه القناه هذه، اللي العنوان ديالها خطوره الاجهزه الامنيه على ديمقراطيات الدول. انا بغاو نرجعوا ليها، يرجعوا ليها لان راها مفصله. تفضل دكتور. هذا يعني هذه الاليات طبعا، فالغرب هو الممول لهذه الاليات، هو المشجع، هو الداعم لهذه الاليات التي تسعى الى تخريب الدين وتخريب الهويه وتخريب الاسلام. وشوف منين بديت، راه بديت من الروض من الطفل حتى وصلت للجامعه. ملي غادي تخرج هذا الطفل، ملي غادي يوصل للجامعه ويتخرج، غادي يتخرج منتوج بهيمي الا من رحم ربه. كاين شباب الحمد لله تخرج يصلي الله وملتزم. ف كنتكلم على الشباب اللي تخرج في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات وليس الان. الان الحمد لله كاين صحوه، ولكن الشباب اللي تخرج في السبعينيات، نحن في السبعينيات لما كنا في الجامعه في الحي الجامعي ما كانش رمضان، اللي قال لك يعني قرا في السبعينيات في الرباط وكان يصوم كذب عليك، كان واحد النسبه ديال 10% ولا ما كاملاش اللي كتصوم رمضان. عندنا في معهد الحسن الثاني الزراعه والبيطره كانوا كيخرجوا السحور يتغداو به، كلهم هازين القوامل مع السحور، كلهم عندهم قوامل كيخرجوا السحور يتغداو به، وهادو اللي خرجوا السحور يتغداو به هما اللي كانوا رؤساء المصالح، وهما اللي بغاو المغرب يتقدم، هادو اللي ما كانوش كيصوموا فطارين رمضان. فعليا هذيك المره ملي وقع لي المشكل، ملي كانوا يعني كانوا حاولوا يجريوا عليا من العمل ما يقدروش لان كاين قانون، فيعني مشيت للموارد البشريه، لوزاره الموارد البشريه، واذا كنلقى هذوك المكاتب، هذوك المسؤولين، هذوك الناس لا يعملون شيئا، الطفايه والكارو في البيرو، البيرو عنده طفايه الكارو، لا شيء، لا يعملوا شيئا، لا يكتبوا سطرا، ما عرفش انا هذو علاش كيتخلصوا، واش كيديروا، ما عرفش، لا يعملون شيئا، طفايات قالوا في البيرو كلهم في الطارين رمضان اللي كانوا في المعهد. تفاجئت والله لا تفاجئت، كلهم في الطارين رمضان، واستولوا على المناصب الحساسه في السبعينيات وليس كانت الكوطه،
ديك الساعه الاحزاب الاشتراكيه الشيوعيه اليساريه هي اللي خاضت الكره، يعني المناصب اللي بغات. فنرجعوا لهذه البلدان الغربيه هي اللي مسلطه علينا هذا الويل هذا وهذه المصائب مسلطاهم علينا، وممولين ومدعومين، وعلى خير من اللي جيت تكلمت بحقوق الانسان. يعني تصور كيتكلموا مع مسلم بحقوق الانسان، هذه اللي المسلمين ما بغاوش يفهموها ولا يريدون ان يستيقظوا من النوم. اش فهمتيني؟ اظن انك فهمتيني اش بغيت نقول. طبيعة الحال احنا كنشوفوا دابا بلاد مسلم، انت جاي بلاد المسلم اللي من يعني اصلا لا يظلم فيه الناس، واصلا راه بلد مسلم ليس فيه موت. جاي بلد مسلم تقول لي حقوق الانسان، انت اللي خربتيه وجاي تقول لي احترم حقوق الانسان. هذه البلدان هي اللي خربت الهويه وخربت الاسلام وخربت القانون وخربت الحقوق في هذه البلدان، وفي الاخر جاي يطالبنا بحقوق الانسان. كنظن هنا الفكره واضحه، هم اللي خربوا حقوق الانسان في بلداننا وجايين الان يطالبوننا بحقوق الانسان. علي هذا حقوق الانسان حتى هي فوقها نقطه استفهام، لان حقوق الانسان في البلدان الاسلاميه كلهم يعني شيوعيين علمانيين طبعا، لان ما يمكنش يكون المسلمين مع حقوق الانسان، لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن. هذه مسائل دوليه وحنا في استراتيجيات هذا الشيء درسناه وليس يعني. فنرجع يعني ملي سمعوا بان كاس العالم غدا تكون في قطر، جمعوا قوتهم في شهر 7، كان شهر 6 7 كانوا يعني جمعوا طبعوا هادو الكساوي فيهم هذيك الالوان قوس قزح، وواحد شيء دقيق باش الناس يعرفونا باننا ما كنتكلموش غير في الهواء، كنتكلموا بتدقيق ونعلم ما نقول. السي المعطاوي راه حتى الكواري اللي كانوا غادي يلعبوا بهم ملونين انتهوا، ما صبغوهم قوس قزح، حتى هما صبغوهم قوس، حتى الكواري كذلك صبغوهم قوس قزح، وكانوا غادي يزينوا الملاعب قوس قزح، وكان يعني هذه التونيات كلها من غير الشارة، راه ماشي غير الشارة، راه كانوا غادي يديروا التونيات، راه كانوا غادي راهم طابعين بعد التونيات، طابعين فيهم واحد لابوند فيها الوان قوس قزح. هو يعني البلدان التي جاءت من اجل الكره راهي مازال، البلدان اللي جات من اجل السياسه ومن اجل يعني ادخال فسادها هي البلدان التي باءت في الفشل ورجعت، مثل المانيا. المانيا لم تاتي لكره القدم، المانيا اتت من اجل مشروع اخر ولذلك باءت بالفشل. والمانيا يعني داخله بعضلاتها، يعني هم كلهم داخلين بعضلاتهم، يعني لا الكنديين ولا الالمانيين ولا الفرنسيس ولا الاسبانيول ولا كلهم داخلين بعضلاتهم، البريطانيين داخلين بعضلاتنا، بلد قطر صغير عربي لا يعلم شيئا مع الدول ولا بستك الجلابيه، يعني هذا يعني بلد همجي، بلد يعني متخلف، نعمل فيه ما نشاء ونصول ونجول، واذا بهم يصطدمون لانهم كانوا يظنون بانهم يعني كانوا سيصولون ويجولون ويرجعوا لبلدانهم ويضحكوا علينا في الاخير. لكن من اللي لقوا المفاجاه، من اللي فاجاتهم قطر بان المسائل يجب ان تحترم، ما رضاوش يعني ما رضاوش يعني بلد مثل قطر صغير وبكا ما رضاوش، يعني وصلت بهم يعني الوقاحه للصحافه ديالهم، انهم حتى اللباس بداوا يسخرون من اللباس العربي. يسخرون. كاين حاجات اخرين، اتهموا قطر بالتطرف حتى على انها رفضت الخمور في الملاعب. المشكل انهم تناسوا او تجاهلوا باللي في دول الغرب، فرنسا وفي اسبانيا، الخمور ممنوعه في المجال العام وممنوعه في الملاعب اصلا. لكن في قطر خاصها تكون. لا في قطر لا، لا باش يوريوك بانك مغلوب في الحق، باش يوريك بانك مغلوب، بانك يعني لا شيء، لان انهم يشتفوا عليك. هذا هو اللي تفاجئوا فيه. يعني دابا الاسئله اللي مطروحه، طرحت اسئله خطيره، لو كان بلد اخر هو الذي نظم كاس العالم، هل كان سيقدر على هذه القوه العالميه؟ لا في نظرك انت سي المقدم. لا في نظري انا غنكون معك واضح دكتور فايد، لا بطولات العالم بلا بطولات بلا الكره بلا بطولات العالم، فالدول الاخرى ديالنا مساكن راهم القران ولونوه بالالوان ديال قوس قزح مسبقا، وفرضوا على التلاميذ وعلى الاطفال وفرضوا كل شيء، وغاديين في هذا الاطار هذا، فيعني كون جاتهم كره القدم راه غادي ماشي هما يصبغوها لراسهم. نعم
في مسائل معروفه ولكن كاين حاجه خطيره اللي خصنا نردوا لها البال، هو تغيير تاريخ اجراء بطولات العالم لكره القدم. اللي بغاو هما يبدلوا له التاريخ باش يجيبوه مناسب مع هاد الهجمه هذه، مع نويل، مع هاد الفتره، مع فرض المثليه وفرض الالوان، مع الاجندات اللي جايه اللي غتكون غدا تبدا من 23 مع الجامعات والمدارس. الهضره تيقول لك لا، بحيت قطر في الصيف تيكون فيها اسميتو تيكون فيها الاخر في الصيف تيكون فيها الحراره. قلت لهم لا، قطر كانت اصلا واساسا مجدل الملاعب مكيفه وكل شيء كان مجهز على احسن ما يرام، وما قطر ما غتكونش فيها الحراره اكثر من اللي كانت في المكسيك فاش كانت البطوله العالم 56 في 86. حنا عاقلين على ديك البطوله في ديك المدينه ديال واد الحجاره او واد الاخر اللي كان فيها المغرب، فكانت الحراره يعني فائقه لواحد الدرجه اللي الالمان كانوا كيلهتوا، ولكن ما قالوش احنا رحنا في حراره مفرطه. لكن الناس ما كتبغيش تتقلب على العذر، الناس اللي ما وصلاش في الفكر ديالها دائما تتقلب على شي عذر باللي راه الحراره. الحراره كاينه، راه كيمشيو الشركات الامريكيه في السعوديه في البترول وكيخدموا في قطر وفي الصيف وفي الشتاء. فيعني راه تغيير الاجندة عنده واحد الهدف خطير. نخلي لك الكلمه. ولذلك سلاح الهويه بان في هذا القطر، سلاح الهويه بان بانه اخطر واقوى الاسلحه. سلاح الهويه، لان لماذا؟ لان الهويه تجمع الناس، يعني لاحظتي الشعوب كلها الان، يعني ما بقاوش حكومات كتكلف ولا الشعوب، كيتلاقى مصري مع مغربي، كيتلاقى مغربي مع لبناني، لبناني شتي هذاك الفلسطيني اللي دا ام هذاك الولد، هذاك الولد راه ولد هذاك الفلسطيني دا وصل عاونها، هز معاها عاونها، وهذاك بقى كيسول قال شكون هذا اللي يعاونك، هو المدرب ديال الفريق. الولد كان ولد المدرب، هو شو اللعابه قال لي مع فاكم لما طلقوا هذا في الفيسبوك وداك الشيء، بغيت نعرف هذاك السيد اللي عاون السيده على نعرفو، جا عندو قال له انا لقاه فلسطيني. قال له انت كيفاش فلسطيني وعاونتي هذه؟ قال لي هذه احنا عندنا اقل شيء في الاسلام. حنا عاد قال لي بدون هويه بدون دين حنا نعاونوا الناس كما كانوا، يكون كافر يكون يهودي يكون هذا، ما عندناش مشكل، حنا كنعاونوا الناس وفقط. قال لي كنعاونوا الناس وفقط على الاسلام هكذا، هذه من تعاليم الاسلام هذا. يعني شيء عجيب، واحد المفاجات كانت في قطر، في مفاجات كثيره. ثم واحد لمسه كذلك السي المعطاوي، تعرف بان اللعابه لا اللعابه ديال كره المضرب ديال التنس ولا اللعابه ديال الفوتبول ولا اللعابه ديال الكرات الاخرى، ملي كتكون لقاء دولي كبير بحال لوس انجلوس، هذا اللعابه ديال لي جوز اولمبيك، هذا الالعاب الاولمبيه، اللعابه كيديو معاهم خليلاتهم، زوجاتهم ولا خليلاتهم، صديقاتهم هما اللي كيديوهم معاهم. هنا اللعابه المغاربه داو معاهم الوالدات. هذه مهمه، هذه الوالدات والوالدين ديالهم، هذه مهمه، هذه يعني باش تدي الوالده ديالك معاك، راه يعني شيء، يعني العالم كله غيروا له ديك الاوراق الفاسده اللي كانت كيخدم بها العالم، خلقوا لهم الخباطه كبيره. ما طبعا ما خبطوا العالم، والله يعني تلخبط، يعني اللعبه راك شتي هذاك ما عندها امه طبعا، لان يعني الام هي كل شيء. فيعني هذا شيء عجيب، والله يعني شيء عجيب هذا هذا. ثم الهويه، انا قلت الهويه لا تقهر، الهويه لا تهزم، هو لا يقدرون عليه، فقط ان ينتبه الناس، ان ينتبه الشباب المسلم لاعداء الهويه، هذه الشرذمه الفاسده اللي كنت كنتكلم عليها، هي التي الان لم يعجبها حال، ما عجبهاش الحال. يعني دابا العلمانيين ديالنا الان كيتحاملوا على قطر اكثر من الصحفيين البريطانيين، ما عجبهمش الحال، كيبكيو، ما عجبهمش الحال. را لا كوب دي موند هذه ما فيهاش الدعوه، اللي كدار لا كوب دي موند في الارجنتين وكيتعانقوا وكيرقصوا وكيشطحوا بجوج وكيضربوا الخمر، لا هذيك ماشي هذا، لا علي النفاق، هذه الشرذمه هذه منافقه، الشرذمه منافقه، لو كانت ناصفه للحق لكان الله يعني نصرها، لكنها يعني ليست عادله، ولذلك لا يمكن ان ينصرها الله سبحانه وتعالى. فتبقى هذه الهويه الاسلاميه هي القوه، وان نوصلوا للنقطه الاخيره بان هذه الطاقات، المشكل ديال الطاقات الوطنيه وديال المدرب وطني، الطاقم كله وطني الحمد لله،
فلا يمكن والله لا يمكن. شوف لا اللعابه اللي كان قصاهم رونار، رديتي بال اللعابه اللي كان رافضهم رونار اللي كان قاسم رمتزياش، هما اللعابه الان هما اللعابه اللي يعطوا يعني. ولذلك شوف راه لا يمكن خبير ولا يمكن اجنبي يخدم هذه البلدان الاسلاميه، راه ما حك جلدك من تود افريقيا. جميع البلدان الاسلاميه يجب ان يكون المدرب الوطني وطني، يكون مدرب الفريق الوطني يكون وطني، يكون بالبلاد والبلاد يكون بالتراب. ولا يمكن يعني بلد بحال مصر ولا بلد بحال السعوديه ولا بلد بحال المغرب ولا بحال الجزائر ولا بحال تونس لا يمكن ما يلقاوش مدرب وطني، لا يمكن. كاين طاقات كثيره يعني لا يمكن ما يلقاوش مدرب، يعني ينعدم يعني واحد يدرب الفريق، راه هذا راه مصيبه، هذه راه مصيبه. ولذلك حان الوقت يعني كي هذه البلدان هذه حان الوقت يعني كي تسترجع قوتها، حان الوقت كي تستيقظ من النوم، حان الوقت يعني كي تستيقظ كذلك من نفاقها ومن خوفها ومن انبطاحها ومن خضوعها ومن خنوعها. حان الوقت. هذه البلدان هذه يعني باقا كتشوف الغرب بانه شي حاجه كيخلعها كيبهرها كيبهضها، راه لا شيء. الغرب دابا راه غيموت بالجوع، راه لا شيء. هذه البلدان راه هي اللي عندها كل شيء، البلدان هي اللي عندها الطاقه، البلدان هي اللي عندها الطاقه البشريه والطاقه يعني هذا نعم يجب عليهم الاستثمار في الانسان اكثر، والاستثمار في الشباب وفي الطاقات وفي التعليم. كيستثمروا في كل شيء الا الانسان، كيستثمروا في كل شيء الا الانسان البلدان الاسلاميه، لا يريدون الانسان. هذا هو الاشكال يعني. وعاد الحسد يعني ملي كيكون حسد وغيره وشيء كيقول لك انا يعني شي واحد ربما يكون غير ولد الدرب ديالو قرا احسن منه، كان كيقرا احسن منه ومعقدو، وهذا كيصبح خبير تيقول لك والله ما باهلاش غنجيب طالياني، قالي برامر هو اللي قرا، يجيب طالياني ضد فيه علاش؟ حيت هو كان كيجيب نقاط احسن منه. وهذه العقول، هذه العقول اللي عندنا المتحجره اللي لاصقه على الكراسه هذه، هذا هو المشكل ديالها. المشكل ديالها هي ما راضياش بهذه الطاقه الوطنيه. هذا الشباب اللي عنده ملكه وعنده هبه يعني ويعني وعنده سرعه حتى في الاداء يعني يخدم احسن منها، واحد عقله ما يفيق حتى العشرة الصباح وما يتسكران وعقله كيدور يعني بجوج مليمتر في الساعة، الشباب راه العقل ديالو كيدور ب 100 كيلومتر في الدقيقة. الشباب راه كيخدم أحسن وأسرع وأحسن وعنده نظرة للمستقبل أحسن من هاد الناس هادو اللي مازال يعني لاصقين لينا على الكراسة. لاحظ يعني هذا الفريق الوطني ما كانش عندنا مشكل الآن يعني في البحث عن مدرب، كانش عندنا مشكل ملي كان عندنا الزكي، راك شتي اش دار في لاكوب دافريكا. نعم بادو الزكي يعني عطى نتيجه يعني ظاهره، شي وحدين ضد في الزكي وما البابا هو تيطلع ولا ما ما بغاوش. كاين لعابه معاه كانوا معاه في الوداد ولا في الرجاء كانوا معاه ما بغاوش الزكي، لعابه معاه نيت الفرقه اللي كان لاعب معاه اللي كان في كاردي ديال الزكي ما بغاوش، لعابه صابوطه الزكي معاه. ورجعوا الاسامي اللي ظهرت في بعض يعني في بعض كؤوس العالم يعني اسماء مغربيه وازنه في اللعابه وهذاك الشيء ما بقاوش زكي. لا ندري لماذا هكذا حسدا. في الوقت اللي في فرنسا المدرب ديال الفريق الوطني الفرنسي كيدربوا لاعب من الفرقه اللي ربحت لا كوب دي موند من هذه شحال اللي هو ديدي ديشان يعني عادي عندهم. لا هما كيربيو دوك الناس اللي فاتوا نجحوا هما اللي كياخذوهم يسيروا للفرق. اكيد الزكي عطى نتيجه، الزكي عجب المغاربه وفرح المغاربه في واحد الوقت من يعني ملي تاهلت يعني ملي جمع هذاك الشباب، حتى هو جاب الشباب من فرنسا، جاب الشباب هذيك الساعه راك شتي هذوك الشباب اللي جاب. احنا كنتمنوا صراحه دكتور كون فرقه في وقت كون فرقه في وقت وجيز وعطى نتيجه حسنه. ومن غير الزكي اي واحد اخر كانوا يجيبوه، يجيبوا عزيز بودربالا ولا يجيبوا اي حد ما كان يدرب الفريق الوطني، لكن عزيز بودربالا ما باغينوش. كاين دابا الجامعه الملكيه ما باغياش عزيز بودربالا، هذا اللي قال لا ما عرفش واش حافظ القران تا هو ولا كيصلي ولا ما عرفش ما باغوش. كاينين لعابه يعني وطنيين حرار ويعني وما يحشمش في الحق يعني، وانا كنعرفهم شخصيا. كاينين لعابه عندنا في المغرب ممكن يدرب الفريق الوطني بامتياز، وراه كان كيساعد المدرب واحد الوقت هذاك يعني عزيز بودربالا. عزيز بودربالا المغاربه كلهم كيعرفوه له تاريخ في كره القدم طبيعي يعني. كاين الرجل المغاربه لا هو ولا الظلم الا عبد المجيد الظلم الا هو شفناه فهذا المهم. احنا عشنا كره القدم من الستينيات، انتم ملي تاهل المغرب ومشى لكوب دي مون في المكسيك يعني في لكوب دي مون في المكسيك الاولى اللي تقامت في السبعينيات مشى 76 كانوا مشاو خمسه لعابه من هذا السطاتيه سته لعابه من هذا السطاتيه
نعم اللي كان الفرق اللي كان يحسب لها حساب هي النادي القنيطري والشباب المحمديه والنهضه السطاتيه يعني والمغرب التطواني، هذو هما الفرق اللي دوزوا تاريخ كره القدم. الان غطات عليهم الوداد وكانت الطاس، الطاس اول فرقه في الدار البيضاء كانت فرقه واعره هذه الطاس. باقي الناس كيقول لي مزيانه الطاس، الان باقي الناس كيقولوا مزيانه الطاس، الا غلبت ديك الفرقه راه مزيانه الطاس، باقي الان فهم الناس. فنرجعوا لهذا وليد الركراكي، وليد الركراكي لعاب ديال الكره ممتاز طبعا، كيعرف التقنيات وحكم يعني لعاب الفرق الاوروبيه كيحفظها وكيعرفها، يعني ما لقاش صعوبه اولا في تكوين الفريق، عمل كبير وليس يتسحب لك زعما ديك غادي يدخل يكون ديك السهوله، وغادي يسمع الهضره وغادي يسمع انتقادات وغادي يسمع يعني مصائب. لماذا؟ يعني لان دائما اعداء النجاح كاين دائما. غير هو وليد الركراكي اللي كنحييوه من هنا من هذا المنبر، كنحييو جميع اللعابه يعني وكنقول لهم الله يرضي عليكم، ضالين في الوالدات ديالكم هذه مهمه جدا. هذه ان شاء الله واياكم والهويه ديالكم تبقاو شباب مغربي مسلم ان شاء الله. هو يعني راكم شفتوا المغاربه شحال كيحبوكم والشعب كله، الان اصبحتم الحمد لله يعني ما عندكمش الحق دابا في الخطا، ديروا اي خطا الان ما عندكمش الحق الخطا دابا، يعني خصكم تبقاو يعني ملتزم. هذا الفاول اللعابه اللي ما لعبوش الفريق ما فيش غير 11، لا في 22 كاين 26 لاعب. كاين الخير كاين الخير، وغاديين يخرجوا عناصر اخرى ان شاء الله وعاشين. هذا راك شتي خرج هذاك، واخا هذاك الوليد هذاك اللي فلت البينالتي، هذاك راه مختص في البينالتيات. شو هاد الكرة شحال كتخون؟ ايوا هذا المتخصص في التير ديال البينالتي. يعني خانة والحظ، ولكن يبقى لعاب ماشي يعني طبيعة الحال، طبيعة الحال ماشي هذا. فان شاء الله خير. كاين حاجة أخرى إذا سمحتي، حاجة أخرى بغيت نقولها للمغاربة الداخل ومغاربة الخارج، وبالخصوص للمسؤولين ديالنا. فاليوم كنشوفوا واحد النقلة نوعية من ناحيه الاختيار، ان وليد الركراكي كيعيش في الخارج، جل اللعابه المغاربه اللي اختارهم بدقه وعنايه، لقاش كيروجوا في الملاعب الاجنبيه، بالتالي كيعرفوا الفرق الاجنبيه وعارفين التقنيات اللي خصها تستعمل معها، وماشي غير الفريق الوطني اليوم اللي هو من الجاليه. فالجاليه فيها فرق في جميع التخصصات وجميع المستويات، ربما يكونوا لاعبين كبار في جميع المجالات العلميه والتحصيليه في المغرب اذا عطات لهم الفرصه. هذا دليل على ان هناك ما يبين نوعا ما. واحد السيد كتب واحد التعليق قال لي فايد كيفهم حتى في الكره، كنفهم حتى في الموسيقى، كنعرف الكمانجه والقندر والتعريجه والطبل وكنعرف نخيط الحوايج وكنعرف نفصل السلهاب والجلابه وكنعرف نخيط الشواري وكنعرف النجنوايل وكنعرف نستبن. تعلمت في حياتي، علاش لا؟ ممكن الانسان يتعلم. شنو المشكل؟ حتى الكره يعني ما كنتش مولوع بالكره، ولكن كنت كنشوف الكره بذكاء، ملي كنتفرج كنفهم احسن منك في التيران، كنفهم اللعابه، كنفهم واخا ما كنلعبش هو الكره، ولكن هو لا يعني هو بالنسبه لي. غادي نعطي واحد اللمسه سي وليد الركراكي ان شاء الله، وغادي نشوف هذا ولو انه مختص اكثر مني وانا لا اعلم شيئا، ولكن كاين واحد النقطه ربما تنفع في التيران مع البرتغال، وفي حاله ما اذا شي فرقه تاهلت ضد البرازيل، البرازيل غطلع فيلعبوا مع البرازيل كما لعب معها الطاليان في ايطاليا، لما ايطاليا يعني عقلت يعني طبيعه الحال ديك طارديلي وداك زو ذاك دينو زو اللي كان روسي باولو روسي وهذوك هذوك الطاليان باش مشى باش لعب ما خلاش البرازيل تلعب فقط وربح. عقلت من شربوا زيكو تريكو، زيكو شربوا ليه تريكو، واحد الثاني قال لي كرة القدم شربت السيد تريكو هذا ماشي لعب، قال لي راه ما داخلينش نشطحوا، راه داخلين نلعبوا كرة القدم. قال لي سوني با ان دونسين، قال لي سي تاتيرا دو فوتبول. هذاك باولو روسي هذاك العفريت هذا، يعني ما خلاوش علاش البريزيلي ما خليتي هاد تلعب والله لا تربح. لا ما يمكنش تربح. دابا الطاليان شنو ما خلاوش البريزيلي يلعب، كيوعدوا كيمشي عند اللعاب كيضحك اللعاب، خاصك توعد اللعاب ما تخليش يلعب. البريزيلي ما خليتيها تلعب ما تعرفهاش مين داز الكره، كتخيط اللعاب
ومعروف البرازيلي المدرسه البرازيليه راهو عندكم المغاربه حضوركم، راه البرتغال مدرسه برازيليه اخصم نسكتوا عليهم، كيلعبوا على الاجنحه وكيخترقوا اللعابه في لونجل ديال 18، لونجل ديال 18 هذاك هو الكوفور ديال البرتغال، لونجل ديال 18 ردوا ليهم بعد لانهم صراع عندهم علاش؟ لان ما كيجروش بزاف، البرتغال عند مدرسه برازيليه، البرازيل ما كيجريش كيتمحاش في التراب، كيعطي الكره كيعطي الكره باش نسالح، الا بقيتي مقابلها وشاد قانيتك في فمك وجري ما خداماش ليه غادي يهلكوك. هذه يعني كاين بعض اللمسات، البرازيل باقي تنعقل انايا، طاليان غلبتها ما خلاتهاش تلعب، وكان واحد الماتش اللي عقلتي كحل عقلت عليه كنصوا على البرازيل ديال بصح كان ضريب والتهراس والدفيع وهذاك التوليف والدواء يعني الدواء طاليان دارو يعني صح علاش انا ما خلاش البرازيل تلعب عقلي برجليهم رجليك يلعب ما خلاهمش يلعبوا كيوعد ليه جلو كيشد الكره كيوعدوا ما كيخليش تعطيها وهذه هي الضربه القاضيه ديال البرازيل جميع الفرق اللي غلبت البرازيل وهي قليله البرازيل ما كتغلبش كلها وهي كيغلبوها امريكا اللاتينيه كتغلب البرازيل لان كيعرفوا اللعب ديال بعضياتهم فرجعوا نكملوا الموضوع ديالنا كاين يعني بعد اللمسات فهذا طاقات اللي تكلمت عليه عندنا طاقات في الرياضه نعم هما المغاربه شافوا اللعابه وشافوا المدرب هذا وليد الركراكي ولكن المغاربه اخرين كما تكلمت كاين طاقات اخرى كاين طاقات فكريه كاين طاقات يعني في عندها اختراع كاين طاقات عندها استراتيجيه عندها نظره نعم ممكن عندها كتعرف تدبير الشؤون كاين طاقات يعني عندها دراسه المشاريع كتعرف تدرس المشاريع وكاين طاقات عندها افكار يعني كيف البلاد خاصها تمشي وكاين مخترعين كاين مبدعين كاين مبتكرين كاين باحثين كاين طاقات كثيره اللي مقبورين شكون اللي قبرهم قبرتهم العلمانيه والاعلام وقبرهم العقول الاستعماريه هي اللي ما بغاتهمش يطلعوا ما بغاتهمش يتسموا ما بغاتهمش يبانوا يعني لا يمكن يكون بلد ما فيهش مبدعين مبتكرين لا يمكن المغرب يكون في هذا المستوى هذا المستوى يا المغاربه هذا المستوى اللي احنا فيه ما خصناش نكونوا فيه خصنا نكونوا احسن من كوريا لان في خمس حتى 1950 كان المغرب احسن من كوريا فقط كوريا ما عندهاش العقول الاستعماريه ما كتبيعش الماتش مع فرنسا ومع الدول لا لا ما كتاخذش بقشيش وتاخذ فيزا وتاخذ جنسيه ايطاليه وجنسيه اسبانيه وفرنسيه وكترقد الشعب كترقد الخدمه والابتكار كوريا ما عندهمش هذا الشيء حنا عندنا عقول استعماريه ولذلك كوريا شوفوا فين وصلت كوريا الجنوبيه كنتكلم ولا حتى الشماليه شوفوا فين وصلت يعني شوفوا كوريا فين وصلت في المغرب فين وصلت تونس والمغرب والجزائر كانوا احسن من كوريا في 1950 اكيد كيف يعقل ان كوريا الان ممكن تستعمر العالم اخترعت سامسونج اي أيوة ولكن باش الناس يعرفوا سامسونج مساله عقول احنا عندنا عقليات ماشي عقول عقليات ولكن عندنا عقليات استعماريه عندنا عقليات ديال القيد العيادي غتوصل ليه الطوموبيل وتسكت دكتور الفاي عقليات القيد العيادي هي اللي خربت المغرب خربت المغرب ولذلك كوريا تقدمت احنا تاخرنا بالعقليات لأن كوريا حتى المنسوب ديال الوعي عندها كبير كوريا عندها المنسوب ديال الوعي ديال الشعبي كبير لدرجة أنهم فارضين واحد منهج حياة اللي الرشوة فيه ما خصهاش تكون وحنا كنتذكروا كيفاش حطوا المدير العام ديال سامسونج داول الحبس رئيسة كوريا الجنوبية داول الحبس علاش لحقاش كاين قانون يسمع الجميع وكاين وعي شعبي اللي هو واصل واغلى اجر في الكورية في كوريا الجنوبيه هو الاجر ديال المعلمين والاساتذه نعم اعلى اجر هو المعلم فوالا يعني حتى فرنسا حتى فرنسا السالير ديال المعلم والجندارم المعلم والجندارم فرنسا المعلم والجندارم هو اللي عندهم يعني السالير مزيان فهذه اللي احنا المعلم كنا المعلم السالير ديالو ما حدش ياكل خبزوتين المعلم الصغير ديالو ما يكلوش خبزوتين ونحن نحن بلد ضرائب احنا كنأديو الضريبة اغلى من الكنديين ومع ذلك راه نشوفوا المرفق الصحي نشوفوا المرفق التعليم كيعامل فهاد يعني هاد الطاقات مع الاسف الشديد فيعني المغاربه شافوا طاقات في الرياضه لكن راه كاين طاقات اخرى اللي ممكن المغرب يوصل معها ولكنها قابرينها طامرينها طامسينها مغبرينها ما خلى ما يمكنش ملي كتبغي تهضر تقول لك ما قريتي عن تاو
انا واحده قالت لي انت كتهضر معنا بالفرنساويه وباللونجلي وهضر معنا على الدارجه وش الحاجه اللي ما كتجبدك في الانجلي والفرنسي، يعني سبحان الله، يعني بحال انا باغي نهضر مع الدارجه المغربيه، لماذا لا يستفيد مني الناس باللغه العربيه الفصحى؟ لماذا لا يستفيد مني الناس بالفرنسيه؟ لماذا لا يستفيد مني الناس بالانجليزيه؟ انا اعطيتك مثال، شوف هذه العقليه المحدوده يعني هذا. ولذلك شوف الامور عندنا في المغرب، لماذا الان في المغرب يعني ناهجين سياسه التدريج الدارجه؟ علاش؟ باش الشعوب ما تفهمناش، فقط باش ما نتواصلوش مع الشعوب، باش نبقاو محبوسين في هذا المغرب هذا. يعني نمشيو لمصر ما يفهموناش، نمشيو للسعوديه ما يفهموناش، نمشيو يعني يلاه المغرب الجزائر وتونس كيفهمونا شويه، ولكن البلدان الاخرى ما تفهمش المغاربه. انتم دارجتكم ما عرفناش اش هي، واش امازيغيه ولا فرنسويه ولا اسبانيوليه ولا شنو، ما عرفناش. يعني علاش هذا الدليل؟ لماذا يحرمون الشباب الان حتى يتواصل مع شباب بلدان اخرى؟ تكون عربيه، تكون عربيه سليمه فصحى جيده يفهمها الناس، تكون فرنسيه، تكون فرنسيه صحيحه نعم لما لا، ولماذا الفرنسيه؟ لماذا الانجليزيه؟ باش الشباب يكون عنده افاق اكثر، يمشي لكوريا ويمشي البلدان، يمشي لروسيا، يمشي البلدان الاسيويه، يمشي لمصر، يمشي البلدان الاسكندنافيه. الانجليزيه لماذا؟ علاش حابسين، علاش ساجنين الشباب؟ علاش هذا السجن بالنسبه للشباب؟ ملي كتقروا الفرنساويه بز منه، الفرنساويه لا يتكلمها الا اقل من الذين يتكلمون الاندونيسيه، اللي كيتكلموا الفرنسيه في العالم اقل من اللي كيتكلموا الاندونيسيه. صحيح. علاش ما نتكلموش حنا الماليزيه؟ هي الماليزيه والاندونيسيه نفس اللغه، لان يعني خمس لغات هما اللي كيتكلموا الاندونيسي. واندونيسيا بوحدي ترى شحال فيها مليون، وتضاهي فرنسا وبريطانيا والمانيا مجموعين. فهذه يعني هذه الطاقات راه عندنا طاقات، لكن عندنا عقليات متحجره، عقليات استعماريه، لا زلنا نرضخ ونعيش تحت رحمتها وتفعل فينا ما تشاء. وملي ما كيعجبهاش الحال راه كدير لك شي مصيبه. فهذا يعني هذا كاس قطر يعني بينت واضح للشباب المسلم اللي تائه ما يعرف يمشي يمين ولا شمال، ويعني بينت ليه بان الهويه لا تقهر ولا تهزم، بان الهويه هي كل شيء، الهويه الاسلاميه هي كل شيء، ليس كره القدم، الهويه هي المهمه. فنهنيو المغرب ونهنيو الشعوب العربيه كلها. ويعني ملي كنشوفوا الفريق الوطني تاهل يعني فرحتنا يعني لا يعني طبعا لا تعادلها فرح، صحيح. لكن لما نشوفوا اخواننا في الجزائر كيشجعوا الفريق المغربي نفرح اكثر. نعم ام لا؟ صحيح طبيعي. نفرح اكثر ملي كنشوفوا التوانسه والجزائريين يشجعوا المغرب، نفرح اكثر. علاش؟ لان هذا على الاقل رمز ودليل ورساله على ان الشعوب مع بعضها وانها تحب بعضها. صحيح ان هناك بعض واحد الشرذمه تريد حزازات بين الشعوب، يعني لا بد ان يكون تلوث لا بد منه في جميع المجتمعات. صحيح ان واحد الشرذمه يعني تخلق حزازات وبعض الاشياء، لكن لا، يعني الشعب ثابت، يعني حب الشعب ثابت يعني لا يتغير. فهذه الشعوب لا يمكن ان تكره بعضها، لا يمكن ان تعادي بعضها، لا يمكن. ولذلك ان شاء الله كلما تعقلنا فهو في صالح، كلما تعقلنا وتوحدنا فهو في صالحنا يا رب. انا كنت محاضرة ألقيتها مرة واحدة في حياتي، وجاء عندي واحد أجنبي ماشي حتى مغربي ولا جزائري ولا ليبي، بلجيكي، هذا صديق يعني، قال لي هذه المحاضرة ما تبقاش تعاود. قلت لي علاش؟ قال لي غادي تبقى تعاود هذه المحاضرة، قال لي راه غادي تجيك الضربة من فوق من فرنسا، ومن هي ما تجيك الضربة، قال لي غادي تجيك الضربة من فرنسا. واش أنا لماذا؟ لأن فرنسا قال لي لا تريد هذه المحاضرة. محاضرة تكلمت فيها على التكامل الاقتصادي في الوطن العربي في المغرب الكبير. نعم. تكامل اقتصادي، حسبت الحبوب والخضر والفواكه والبترول والطاقة والدفاع والعسل والنحل والأشجار، حسبت حتى الأعشاب الطبية، حسبت جميع الأشياء، تقييم لجميع ما لدينا الموارد ويعني القوة اللي عندنا بما في ذلك الموارد تحت أرضية، معادن الفوسفات والبترول والغاز والمسائل في ليبيا وفي تونس وفي الجزائر وفي موريتانيا. وألقيت بأن هذه هي البلدان الوحيدة اللي ممكن تكون عندها استقلالية تامة ولا تحتاج أي بلد. أكيد. لا تحتاج أي بلد، حتى الليثيوم عندها الليثيوم، طوريوم عندها طوريوم. كل شيء. استرونسيوم عندها استرونسيوم، النحاس عندها نحاس، يعني الفوسفات عندها فوسفات، بترول عندها بترول، غاز عندها حديد عندها حديد.
يعني فضة عندها فضة، ملح عندها ملح، كبريت عندها كبريت، يعني حتى هذا الأرجيل، الأرجيل غسول غسول، هذا الطين حتى موجود. يعني التكامل لقيت بأن هذا المغرب الكبير هو أكبر قوة، يعني من حيث التكامل. لما يكون عندك تكامل اقتصادي يعني تبوكل، يعني تفهم 100% ماشي قوة، تصبح أكثر من قوة. يعني ثم ممكن هذه البلدان، هذا المغرب الكبير ممكن يبني مركز في المغرب، في الجزائر، في تونس، في ليبيا، لا يهم، حتى في موريتانيا ولا في مالي لا يهم، لكن ممكن تكون مركز بحث، يعني في هذه البلدان هذه يكون مركز بحث مشترك. هذه هي القوة ديال يعني الاتحاد المغرب العربي، يكون في باحثين ليبيين، تونسيين، جزائريين، مغاربة، موريتانيين في هذا المركز هذا، ويعملون الأبحاث تكون مركزة على استراتيجية هذه البلدان. شنو هما الخيرات اللي عندنا في موريتانيا؟ عندنا لحم الإبل، لبن الإبل، عندنا الأسماك، وعندنا حتى بعض المنتوجات مثل الشعير، مثل أشياء كي. لكن الأسماك موريتانيا، الثروة السمكية فقط تكفي بلدان الخليج والبلدان العربية كلها، ثم الثروة السمكية في المغرب، ثم يعني الأشياء الأخرى، يعني بلدان متكاملة من البروتينات، من التغذية، من الخضر، من الحبوب، من البقوليات، من متكامل، يعني تكامل اقتصادي، يعني يحسب، يعني علينا نحن مهندسين راه كنحسبوا وليس البيلون، كتدرسي هذا وكتشوف عدد السكان شحال اجمالي، كتشوف كم يستهلكون من القمح، كم يستهلكون من الحمص، من العدس، من اللحم، من الحليب، من البيض، كتعلم كتشوف الانتاج في هذه البلدان. هذه غادي يكون فائض الانتاج في ماده في المغرب، غادي تمشي ليبيا وتونس والجزائر، غتكون يعني فائض الانتاج مثلا في الماده في ليبيا غادي تجي لهذ البلدان، فائض الانتاج في موريتانيا غادي يمشي لهذو، وغادي يكون تكامل اقتصادي، ولكن لا يتركوننا. دكتور فهد اللي ذكرتي هذه القضيه، هذه غادي غير نعطيك واحد النقطه. 2018 شاركت شخصيا في تونس العاصمه في واحد المؤتمر مغاربي فيما يخص حقوق الانسان، وكلنا في واحد لوطيل مصنف في شارع الحبيب بورقيبه، حاضرين فيها مسؤولين تونسيين اللي مأطرين هذه المسألة، هذه ممثل الحكومة ولتونس العاصمة إلى آخره، وكانوا ممثلين ديال الدول كاملين. فاش جاتني الكلمة تكلمت على التكامل الاقتصادي بتفصيل ممل، حسيت بالناس اللي كانوا مسؤولين وناشطين، حسيت بهم ترعبوا فاش كنت نلقي الكلمة ديالي. نعم لا يعجبون طبعا أكيد، شفتهم الرعب قريت في وجههم واحد الرعب كبير، ولكن أنا فصلت في المسألة حتى بكيفاش الطريقة باش يبقى صفر عاطل في الدول الخمس، صفر عاطل، صفة نهائية. نعم. عطيت كل شيء. غادا تخصنا اليد العاملة. غنجيبو من هنا. نجيبو من إفريقيا. نجيبو اليد العاملة من إفريقيا، لماذا؟ الآن المغرب، الآن كاين خاصة اليد العاملة. في المجال الزراعي الآن اليد العاملة ما كاينش، ما غيكونش. بنادم الشباب ما كانش يخدم في الزراعة. لا حسيت بهم مرعوبين، فاش كنت نتكلم حسيت بهم مرعوبين. وفاش خرجت هذه واحد الصحفية دارت معايا لقاء خاص. قالت لي كنحييك على الشجاعة ديالك، على حقاش راه داكشي اللي قلتي راه اللي قلت راه في مصلحة هاد الشعوب هادي، يعني ما يمكنش باش حنا كشمال سكان شمال افريقيا نهضروا على هذا الحق اللي هو متوفر ونلقاو الناس المسؤولين ديالنا مرعوبين، ما يمكنش. اكيد المهم نزيدوا نقطة وان شاء الله خليك لي، انا مازال عندي لقاء نصيب، مازال عندي الخدمة خير ان شاء الله. النقطة الأخيرة مهمة جدا، هو هاد الشعوب لما تشارك مثلا في ملتقى دولي مثل هذا كأس العالم، فهي تشارك بضعف ماشي بقوة. نعطيك مثلا، ملي نكون غادي حنا مثلا لاكوبيمو، ملي كنا غادي للمكسيك، ملي كنا غادي نشارك المغرب في كوب دي دازو او لا حتى لاكوب دافريك ولا شيء، غادي كنقولوا حنا لا ما ديناش لاكوب راه حنا شاركنا. نعم ام لا؟ شي كيقولها هذه خاص شويه هذه البلدان تغير هذا المفهوم، لان المانيا كتقول لك غادا لاكوب دي موند باش ندي لاكوب، كتم جايه يعني بالقوه. البرازيل كتقول لك انا غنمشي نجيب لاكوب، فرنسا كتقول لك غنمشي نجيب لاكوب، حنا كنقولوا حنا غنشاركوا، يعني الشرف اننا شاركنا. دابا انا اش كنقولوا؟ كنقولوا تكلفني الكارت فينال او با مال لا سيدي، نمشيو لاكوب دي موند ونجيبوها. المهم اش كنقولوا؟ انا كنشوف لان شوف حتى اللعابه في التيران، شوف هذوك مثلا
جوج طاميو لي زالمو وداك الشيء كيفاش كيدخلوا في اللعب. شوف اللعبه المغاربه والتوانسه والسعوديين وداك الشيء والقطريين اللعبه ديالهم كيبقاو مرتجلين كيخافوا من 18 ومن اللعابه وكيكش يدخل في اللعبه. اللاعب الاخر جاي عاطي صدرو يعني بالدافع بنادم واللعابه ديالهم مخلوعين يعني علاش؟ لان في عقله بانه كيلعب مع اسبانيا فرقه بحالك بحال راه كيشد الكره في رجلو كتشد الكره في رجلو وكتشد احسن منه. راك شتي المغاربه كانوا شادين الكره احسن منه بطبيعه الحال وكيشدوا احسن منه وكيدريب ليه احسن منه. ولكن علاش شوف مثلا الغزال كيجري بسرعه فائقه اكثر من السبع ولكن السبع كيشد الغزال وكياكلها. علاش كيقطع؟ لان الغزال كيجري بالخلع لان عارف السبع غادي يشدو والسبع كيجري باش يشد هبابها وخا طير مطمئن يعني ليسبري دابا ملي كتدخل التيران واش داخل تشارك ولا لا؟ ما كداخل داخل مخلوع النفسيه تحيد من الفرق كلها ماشي ديال المغرب فرق لها خاصها تحيد منهم هذه الخلعه هذه داخل التيران مخلوع خصك تدخل باش تغلب هذا كيكون باباه كيما كان كون فرنسي كون اللي كان راه قالها اللاعب المغربي قال لهم حنا ما تيخلعنا حتى شي واحد الفرقه اللي جات حنا كنقولوا بسم الله مرحبا. ما خاصهم يدخلوا باش يغلبوا يدخل احسن بالسبري ديال احسن منه يدخل باش يغلبوا يدخل باش يهزم باباه هذا هو السبري اللي خص اللاعب يدخل به للتيران. دابا حنا داخلين وكنضربوا نقيسوا كيعطي الكره كاين شتي لي باس واحد المره ما كيوصلوش هذا كيبين الارتجال والارتكاك ديال اللاعب الباس ما كيوصلش يعني كيدفع الكره وهو يعني مخلوع هو يعني عنده ملكه ولاعب واعر وكل شيء ولكن ليسبري عنده ديما ديك راه ناري عندك راه راسمي هذه خاصها تحيد ما مشاركينش باش نوصلوا للكارد فينا مشاركين باش ناخذوا لا كوب ديما هكا خص يعني والد الكرابي واللعابه هكا يديروا مشاركين باش نجيبوا لا كوب ديما يعني شنو الفرق بيننا وبين بين 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 فرنسا ولا اسبانيا ولا انجلترا ولا حتى البرازيل شنو الفرق بينه وبينها؟ بالخصوص ان متوفره لهم الظروف بالخصوص متوفره الظروف وعندهم الدعم ديال الامه الاسلاميه كامله. نعم يعني غير من اللاعب خصو يدخل مرح التيران ويدخل يعني بسبري قوي زعما يعني احسن منك خصو يدخل بحسن منك هما اللي كيجيو يلعبوا معنا من اوروبا كيدخلوا جايين احسن منا جاي بذاك النيه والعقليه اللي مربينهم اللي كان في الابتدائي مربينه انك انت احسن من العرب هذه خاصها تهرس في فوق في لاكاس هذه خاصها هذه ما خصها يعني هذه ما خصهاش تقع هذه القضيه هذه وهذا مهم يعني مشاركين شيء يعني ما مشيناش لكم ديما غير باش نشاركوا يعني باش نقولوا احنا بور ماركي لا بريزونس كيما نقولوا لا احنا مشاركين باش نجيبوا لكم ديما اكيد فرقة تعجب منها والله الا فرقة عجبتنا يعني وفاجئتنا يعني الفرقة ديال السعودية ملي غلبت الارجنتين كل شيء العالم اهتز كل شيء يعني وفاجئها لكن عولوا على رونالدو ما عرفتش واش عارفين الاخوان في السعودية ولا لا راه الخطا ديال رونالدو راه رونالدو اللي خانكم لماذا؟ لان الفرقة اللي لعبتوا معها ماشي هذيك هي التشكيلة اللي لعب رونالدو بها ما خصوش يلعب بها عندكم لعابة اخرين اللي كانوا يعطوا النتيجة مع هذيك المهم علي بخير ان شاء الله خير ان شاء الله والمغرب اول انجاز احنا اول انجاز اللي عرفنا بان المغرب عنده فرقه قويه باللي تعادل مع كرواتيا راه كرواتيا راه من اقوى الفرق راه كنعرفها ماشي اللعبه كرواتيا فرقه خطيره يعني ملي جا راه هي تفاجات المغرب جاب معها التعادل الناس راه ما عرفوش العمق ديال كرواتيا كرواتيا صعيبه التعادل راه كان مستحيل والكرواتيين راه ما دخلش لهم راه كانوا باغيين يغلبوا ب6-0 يعني فان شاء الله خير ولكن لاحظوا بان ملي كنحسوا بالقوه ديالنا من هذا الشيء كله هذا الكلام الزايد اللي قلنا نفس المعطاوي الا ما حسيناش بالقوه ديالنا ما عمرنا نغلبوا في جميع الميادين خصنا نحسوا بالقوه ديالنا يعني شوف مثلا الطلبه ديالنا في الجامعات الاوروبيه والامريكيه كيقراو احسن من الاوروبيين ومن الامريكيين ولكن ما حاسينش بالقوه ديالهم صحيح خصهم يحسوا بالقوه ديالهم خاصها تكون عندهم ثقه في النفس يكون عندهم ديك فهذه المهم هذه انا كنت فايت بها الطلبه ملي كنت في بلجيكا في 1979 وملي كنت في فرنسا يعني في الثمانينيات هذه كنت فايت بها الطلبه انا كنت كنعلم القوه ديالي الناس كيتخلعوا من الامتحان
تصور واحد المره داخل الامتحان ديال الدكتوراه، امتحان فينال ديال الدكتوراه، اما تنجح دير لا ريشيرش ما تجيب حالاتك. داخل الامتحان ديال الدكتوراه كلشي كيقول لي هذه الجامعه راه ما عمرش عربي نجح. علاش؟ كيخليهم حتى للدوزيام سيسيون كيديروا لي كومبونساسيون، الا كان زوين وعجبهم المهم راه ما غاتنجحش. قلت لهم انا غنجح، وبنادم كيشوف فيا لدرجه انهم قالوا بان سربوا ليه الامتحان، ان لونكادرون سرب لي الامتحان، ما دخلتش لي من الاخر. نجحت، جيتي للسول واحد نجحت بوحدي، ولكن داخل نجحت دخلت الامتحان نجحت لي ما شنو كاين امتحان غنجاوب بحالي بحال لا لونك فرونسيز. انا عندي باك فرونسي، عندي ان باك فرونسي، انا جو سوي برودوي دو لا ميسيون فرونسيز، عندي ان باك فرونسي، لا لونك ما عنديش معاه مشكل، غنجح غنجح شنو كاين، غنداخل باش نجح. نجحت. خاص الناس يدخلوا يامن بالقوه ديالو الداخليه، الا ما امنتيش بالقوه، لا كيفاش كانوا كيغلبوا المسلمين في الغزوات؟ باش كانوا كيغلبوا بالسيف؟ لا، كانوا كيقلبوا يغلبوا بالقوه والعزيمه، وعندهم واحد الشيء كانوا كيستحضروه كان كيعاونهم نفسيا كثير، كيقولوا الله معنا، كيقولوا الله ناصرنا والله معنا، يعني كيتشحن كتولي عنده قوه فوق القوه ديالو. كانوا داخلين الغزوه كيدخلوا ليها بنيه الانتصار وبنوات بانهم اقوى، بانهم سيهزمون العدو فقط، يعني كانت كتساعدهم. ولذلك الانسان ملي كيبغي يدوز امتحان ولا ملي كيشارك شي حاجه خصو يامن القوه ديالو، وهذه البلدان هذه خاصها تعاود استكشاف القوه ديالها، وخاصها تنتبه للشرذمه الخائنه، اعداء الهويه، الشعوب الاسلاميه، الشباب انتبهوا لاعداء الهويه، واياكم تخلوهم يبانوا عليكم ولا لانه قرأ احسن منك والله ما كاينش وكذا، اياك دخل فيه بالهضره وبالحديث وبالنقاش، الحوار دخل فيه بالحوار، قاري اللينينيه انت قاري احسن منه، شنو اللينينيه؟ يعني ما يخلعوكمش يبهضوكم لا ويشككوا في القران وفي الله ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كذا شيء، يعني تبتوا مزيان، تبتوا مزيان، لان الهويه هي كل شيء، نحن لا شيء بدون الهويه، لا شيء بدون الهويه، راه كنعني بها الاسلام، لا شيء بدون الهويه. هذه الشعوب هذه خاصها تعاود تستكشف وتعاود يعني تكتشف من جديد قوتها، ان القوه ديالها في الطاقه البشريه، في الشعب، يعني في الطاقه البشريه هي القوه الحقيقيه، ليس شراء الاسلحه. ثم يجب كذلك ان يعني تنتبه للشرذمه الفاسده التي بقيت الان سبب تخلف هذه البلدان، وهي الشرذمه الايديولوجيه، هذه العفونات والاوساخ الايديولوجيه، يجب ان تنتبه هذه البلدان لهذه الاوساخ وهذه العفونات. والشباب يعني عندكم لا يبهروكم يبهضوكم ولا كما نقولوا الدارجه في المغرب يدخشوكم ولا الحوار يقولوا بالكتب شكون انت شنو كاين ما كاينش يعني يدانوا عليكم ولا لانهم هما منظمين ومدعمين ويعني ما ماشي سهله الطلبه في الجامعه الان هذو الان عندهم مشكل معاهم الطلبه في الجامعه الان عندهم مشكل مع اليسار مشكل كبير جدا علاش لانهم يعني داخلين بقوه وبالسماسل وبالشناوه ومعاهم دعم ومعهم السفاره الامريكان والسفاره الفرنسيه اللي يدير في كبرها ولكن انتهى هذاك الزمان هذاك الوقت انتهى الان انتهى كاين شيء وعاد الوقت اللي كان فيه الصراعات راكم شتي ظهر المهراز ظهر المهراز ديما فيها الصراعات ديما فيها الغوض وفيها الدرس علاش؟ لان ظهر المهراز كان ديما الطاقم الاداري كان ديما علماني شيوعي هذا هو المشكل ديال ظهر المهراز وجميع في التسعينيات الجامعات كلهم كانوا ليريكتور وليدوايا كلهم اتحاد اشتراكي تقدم اشتراكي كانوا كلهم يساريين في التسعينيات حتى مع هذا حسن ثاني الزراعة والبذر يعني الان عشنا واحد الفتره لكن الان كفى انتهى الامر صافي يعني ما كاينش هو احنا باقي حيين الحمد لله ومازال غنبقى معكم واحد شويه راه والله لن نسمح لهذه الاوساخ الايديولوجيه باش تفسد الدين ما زلنا حيين ولكن لو لقينا الله دبروا روسكم منكم شؤونكم ان شاء الله خير شكرا ولكن تبقى هذا الكاس يعني في الحقيقه والله هذا الكاس هذه عجيب على الاقل عطتنا نفس شديد وعطتنا شحنه جديده وعاودت ردت الثقه للناس وعاودت ردت يعني داك الشيء اللي شكونا فيه شككونا في كل شيء دابا عاود رجعنا ديك الثقه في بعضياتنا الشعوب مع بعضها والهويه الاسلاميه فوق كل شيء الحمد لله ان لكم ديمون فيها الاذان وفيها صلاه الجماعه وفيها ذاكر نايك وفيها عمر عبد الكافي وفيها علماء يعني انا ملي شفت عمر عبد الكافي هذا الاخ ديالنا هذا جزاه الله خيرا على الدعوه عمر عبد الكافي جزاه الله خيرا
جزاه الله ألف خير يعني ما شاء الله يعني في الدعوة. هو مهندس عمر عبد الكافي مهندس، هو ماشي فقيه، ولكن الحمد لله أنه ملم بهذه الأشياء وعنده خطاب وإنسان طيب وعنده يعني وجه دينهم التي هي أحسن، وعنده هذه القضية كتبقى أمل لنا ما عنديش. وكاين ذاكر نايك، ذاكر نايك دابا متحاملين عليه هسي، متحاملين اليسار متحامل العدو اللدود ديال العلمانية في العالم، العدو اللدود رقم واحد ديال العلمانية في العالم وذاكر نايك. لماذا؟ لأنه عنده أسلوب سلس، لأنه حافظ التوراة وحافظ القرآن. لا هو الوريث ديال، هو الوريث ديال احمد ديدات الله يرحمه. احمد ديدات هو التلميذ ديالو. نعم هو الوريث ديالو الشرعي، ما كاينش فيها نقاش. الحمد لله شو الامه ديما فيها خير، وبعد ذاكر نايك، بعد ذاكر نايك غادي يكون ذاكر نايك. نعم ان شاء الله الامه ديما فيها خير. هو قلت لك العدو اللدود، لان دابا مطالب في جميع البلدان هو هذا ذاكر نايك. يعني وذاكر نايك منعوا يحاضر الناس في جميع البلدان، ولكن الله جمعهم ليه في قطر. قالوا لي ما تسمع، قال الله قال لي ما تسمع حما ولو انا جمعتهم ليك، يلا وتكلم كي بغيتي. يعني شوف معجزه ديال الله سبحانه وتعالى. هذا كذلك نحييهم، هذا يعني هذا ذاكر نايك وكذلك عمر عبد الكافي جزاهم الله خيرا. كاين علماء اخرين، كاين علماء اخرين اكيد جزاهم الله خيرا، رغم ان اتحاد علماء المغرب ماشي لنا من حاجه الى حد الان، تا واحد مدام ما كاين تا واحد ما عرفش شنو كيديروا، ولكن الحمد لله يعني الناس اللي هازين الهم اللي كينشروا الدعوه بطريقه يعني سلسه وطريقه عليا. المهندس طبعا مع عمر عبد الكافي المهندس عندما ينشر يعني مهندس الدعوه ويتكلم مع الناس، فهو عنده منهجيه، لانه مهندس عنده منهجيه يتكلم رياضي، يعني كيعرف كيفاش يوصل الناس وكيف يفند، كيف يفند رياضيا جميع المقولات الكاذبه عن الاسلام. وهذا هو اللي محتاجينه الان. علماء الكون هم الذين يتكلمون في الإسلام، علماء الفيزياء والكيمياء علماء الكون هم الذين يتكلمون، وليس هؤلاء عاملين الحياة وبارك يدخل النار اللي يبغوا يدخل الجنة اللي يبغى، اللي تدخل الجنة وتدخل النار. يعني سبحان الله، يعني إذا استغفرت الله 7 مرات في اليوم لقد يعني أدخلك الله الجنة. لا ينخلي الدنيا ما قد نحرتوا القمح ما ناكلوا، ما قد صنعوا السيارة ما والو، نبقوا غير لكن في المسجد نستغفر الله. والله لا هادو يسكتون عليهم زعما، هادو اللي كيسميهم رسوم علماء كنا سكتون عليهم نخليو الناس تخدم شويه. هادو راه باغيين يجروا الماء يردوها بعض الشيء. ما عرفتش والله ما عرفتش ماذا يريدون، ما عرفتش ماذا ومسمين رسوم علماء والاخرين يعني الاخرين جهلاء. كيتكلم معك كيف جهلاء يعني كيتكلم معك جهلاء. السيد عنده دكتوراه في الفيزياء ومسميه جاهل. شو باش تعرف ذاك يعني ذاك العقل اللي عطاه الله كيفاش عرفتي واحد اش قال لي؟ قال لي الدين هو اللي كينمي العقل وليس الرياضيات. هو غير حيت ما درسش الرياضيات، حيت درك في الرياضيات ما درسهمش، يعني لقى داك التأصيل الفقهي كيفاش يعني يرد الفقه بانه احسن من الرياضيات. اي راه هذاك الفقه ديالك اللي صنع سامسونج اللي كتكلم عنه. يعني الناس شويه يعني راه يعني يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا اقدار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذوا الا بسلطان. سلطان تاع الماتيماتيك تاع الالغوريثم اللي هو ماتيماتيك اللي غتمشي بهم في اقطار السماوات والارض، وليس غادي تمشي بهم الحديث. خير ان شاء الله علي، خير ان شاء الله. هذا الموضوع ديما كيجرحني، ولكن يعني ماشي مشكل يعني انا تعطلنا هاد الناس عطلونا وكرفصونا وقتلوا الامه، ولكن ما غنسكتوش. واحد البارح في السعوديه كيتحلف قال لي والله الا سكت على الاخوان هذيك ما تقدرش. الاخوه راهم اطباء ومهندسين، الاخوه في كل البلدان، الاخوه في كل البلدان كلهم اطباء ومهندسين. يلا هو واش غتقدر عليهم؟ لا اظن، والله لا اظن. انا لا علم لك، راه لا علم لك، راك ما قاري والو، خاشيني في شي كتب علفتيهم صافي وجاي حنا كنتعزني. راك ما قاريش، الناس قراو في الجامعات وفي البحوث العلميه وخدموا بمحاليل خطيره وخدموا يعني ماشي انت مربع وكتقرا في الكتب، الناس كيظلوا واقفين في المختبرات وفي معامل البحث العلمي، ليس هذا. فان شاء الله خير، ولكن تحيه طيبه للفريق الوطني، تحيه طيبه لوليد البلاقي، تحيه طيبه للجمهور كذلك اللي في المطار من كل البلدان، تحيه طيبه لكل اخواننا في كل البلدان العربيه الاسلاميه وكذلك الجاليه الذين الحمد لله شجعوا المغرب و
أبدوا وأظهروا حبهم للمغاربة، والمغاربة يحبون جميع الشعوب، والله المغاربة يحبون جميع الشعوب، وراه الجالية كتعرف توانسة وجزائريين وليبيين ولبنانيين وسوريين وعراقيين اللي عايشين في الخارج يعلمون جيدا أن المغاربة يحبون جميع الشعوب، الحمد لله. هذه عندنا ميزة، ويعني كذلك يعني هنيئا كذلك لشعبنا للمغرب طبعا. يعني المغاربه في الحقيقه تنفسوا هذاك الماتش ديال اسبانيول، المغاربه تنفسوا الحمد لله والله، يعني المغاربه يعني طلعت لهم السيروتونين، هذاك هرمون السيروتونين شويه تزاد يعني، والاعصاب ديالهم الحمد لله جيد، رغم ما نعيشه من مشاكل. المشاكل كاينه في جميع البلدان، غلاء الاسعار الى اخره، نعم كاينه في جميع البلدان، وخاصه الناس يعني مضطرين، والناس على لا حول ولا قوه الا بالله، ولكن يبقى فرحه تبقى فرحه، ولو عندنا مشاكل لكن الفرحه ان شاء الله تبقى فرحه ان شاء الله. تحيه طيبه سي معطاوي ان شاء الله، مازال ان شاء الله يفرحوا ماشي المغرب دابا كما قلتي، دابا كلشي العرب والمسلمين والافارقه، وماشي المغرب دابا هو الممثل ديالو ان شاء الله في ربع النهايه، والمغاربه ووالد الركراكي ماشي الناس الطاقم هذا كله، لان والد الركراكي مع طاقم مساعد مع الناس، يعني يدخلوا باش يغلبوا ماشي يدخلوا باش يشاركوا ان شاء الله. ان شاء الله وغنغلبوا، يعني غير هو البرتغال راه مدرسه بريزيليه، والد الركراكي راه ماشي مدرسه اوروبيه، مدرسه بريزيليه، والمدرسه البريزيليه في كره القدم تختلف تماما عن المدرسه الاوروبيه، لان يعني كيخيطوا اللعابه، يعني راه البرتغال هو جدودهم هما جدوده، وهي البرازيل راه بغات البرتغال طلع وبغات تلاقى مع المغرب، راه داك الشيء علاش عطاتها. المهم راه كان هناك سياسات، علاش ما علاش ما بغاوش يجيو اللوالا، بغاو يجيو ما بغاوش يجيو اللوالا باش يتقابلوا مع المغرب، لان اسبانيول ما بغاتش علاش باش تجي مع المغرب، لان طلعت غادي تدوز على البرازيل. كان هناك يعني شويه نوعيه كما نقولوا، يعني ماشي داك الشيء ماشي ساهل. هذيك هذا بونو علاش كان كيتلاح لي من الليست، كان واحد اللاعب كيشوف اللاعب اللي غادي تيري وكيدير لي يدوها واش لهاد الشيء ولا لهاد الشيء، يعني كاين امور الناس ماشي هذا، كي كيجي ملي شنو كيكون عنده لائحه، هو هذا الغارديان كتكون عنده لائحه ديال اللاعب اللي غادي تيري، كيكون يشوف حافظين فين يتيري واش كوش ولا دروك، لان هو اللاعب ديما عنده لا فورس بعد شيء، ما عندوش لا فورس جيتي ديما عنده لا فورس فواحد الشيء، اما غوش اما دروك، كيكون عنده هو هذاك اللاعب اللي غادي تيري فين غايتيري، كيكون عنده هو هذاك الغارديان اكيد، كلهم يقدروا ماشي غير بونو كلهم كيكون عندهم هذاك اللاعب كيتير، الا اللاعب المغربي ما كيعرفوهم شي غايتير واش الوسط واش كيفاش واش دروك، هذاك الشيء علاش هذاك الغارديان ديال اسبانيول تلف، عشتي هذاك اسمه حكيمي هذاك سميتو البيت الاخر ديال الحكيمي، راه كان 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 فيه واحد القوه ديال الاهانه للحارس الاسباني تيرا نيشان، ما نيشان وغير بشويه يعني صيفطو كل بقعه في بلاصته كانت غتجي فيه الكره. يلا السلام عليكم، السلام شكرا لك، عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. باقي عندنا واحد اللقاء تاخر وخاصه تعطلنا معاه لان الوقت متاخر، شكرا ان شاء الله، تحيه ان شاء الله خير. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تقلقش شويه، ما تقلقش لينا مع مغاربه العالم، غير لا لا عندك مسامر الميدا، عندك مسامر الميدا كثار، المهم راك عرفتيهم. لا عارفهم الحمد لله، كنتعاملوا معاهم بطريقه لا انت كنتي ذكي، انت كنتي ذكي ملي قلتي لي بغا نجيبوا فايد، لان فايد ولا معيار اللي كيهجم على فايد صافي راه ستاليني، صافي ما كاينش يعني. صافي راه دخلت اليوم في حيز التنفيذ، ان شاء الله خير ان شاء الله خير اكيد. السلام عليكم، وعليكم السلام، شكرا لك، شكرا لكم كاملين، شكرا على الحضور ديالكم معنا دائما وابدا. ففعلا تنأكد بان التكريم ديال الدكتور الفايد الفكره اليوم كانت في المناقشه مع الشركه ديال فايكن لاين، ودخلنا في حيز التنفيذ الرسمي، وقريبا ان شاء الله غادي نعطيو الخبر النهائي وغادي تبدا الانخراطات. شكرا لكم، تحياتي لكم، ونتمنى لكم ليله سعيده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.